نستعين مع بعض في أول فيديو من كورس بالو ألتو نيكست جنريشن فايروول. في البداية أحب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد توفيق، شغال في مجال الأي تي من أكتر من 10 11 أو 12 سنة. اشتغلت بداية من السيستم والنتورك والسيكيورتي، وحاليا الجوب تايتل بتاعي سينيور سيكيورتي انجينير. تمام، وزي ما ذكرت في البرومو فيديو ان انا اشتغلت على مايكروسوفت من بدايه من 2003 ويندوز سيرفر 2003 الى ويندوز سيرفر 2019، واشتغلت على مايكروسوفت اكشينج بدايه من من اكشينج 2010 لحد 2019، واشتغلت على في ام وير سواء اي اس اكس اي او في سنتر او الناس اكس، الحاجات دي كلها اشتغلت عليها. واشتغلت على كام فيندور من الميل جيت واي سواء بروف بوينت او سيمانتك او ايمز في اي بتاع ترند مايكرو او سوفوس، واشتغلت على بعض منتجات برضو اف 5 زي ال LTM وال ASM وال Advanced WAF، وطبعا اشتغلت سيسكو سواء Routing أو Switching أو Security، وطبعا على أكتر من فيندور من Firewall على رأسهم وأفضلهم من وجهة نظري البالو ألتو Next Generation Firewall. وطبعا ده مش من وجهة نظري أنا بس، ده من وجهة نظر ناس ومؤسسات كتير على رأسها جارتنر. هتلاقي إن بالو ألتو متصنف أز ليدر آخر 8 9 سنين، وده إن ده اللي هيدل على مدى قوة وكفاية بالو ألتو. بالنسبة لخبرتي في بالو ألتو، أنا اشتغلت عليه في أكتر من environment، يعني اشتغلت عليه في الـ environment العادية اللي هي شركة وعندها بالو ألتو وعندها داتا سنتر وليها فروع وفي يوزرز خارجين نت وداخلين نت وسيرفر معمول لها بابلش وإلى مخرج، واشتغلت عليه في الـ environment اللي هي service provider، يعني داتا سنتر ما فيهاش أي internal user، كل اليوزر بتوعك بره المكان أو الفيزيكال لوكيشن، والكاستمر اسف واليوزرز عباره عن كاستمرز. تمام، يعني انت بتقدم سيرفيس للناس دي، وانت كان وظيفتك ان انت تامن الشبكه بتاعتك من خلال بالو ألتو. تمام، وطبعا انفايرمنت الاثنين انفايرمنت دول مختلفين عن بعض، واحنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا هنتطرق للاثنين انفايرمنت دول. تمام، التارجت بتاعنا في الكورس ده ان شاء الله ان احنا مع نهايه الكورس تكون حضرتك ساتسفايد عن الكورس. تمام، وانا من وجهه نظري ان شاء الله تعالى هتكون باذن الله ساتسفايد عن الكورس. تمام، ده من خلال طبعا ان انت يكون عندك الكونسبت القوي، تمام، اللي يخليك تقدر تشتغل على اي فايروول، وكمان تقدر تشتغل على بالو ألتو طبعا بالذات. تمام، وتقدر تشتغل على اي فايروول، وتقدر ان انت تعمل ديبلويمنت وامبلمنت البالو ألتو طبعا مع قدرتك ان انت ادمنستريت البالو ألتو، قدرتك ان انت سكيور الانفايرمنت بتاعتك. مش عايز اطول عليكم في الانترودكشن، انا كان ده كله يعني كله قلته في البرومو، بس خلينا كنت حابب ان انا اقوله تاني. تمام، خلينا بقى نبدا على بركه الله في المحاضره بتاعتنا النهارده. سوري. النهارده السيشن طبعا الاولى هنتكلم، هناخد انترودكشن عن بالو ألتو فاير وولز. تمام، النهارده هنتكلم او هناخد في الاول انترودكشن عن فاير وول ان جنرال، هناخد الفاير وول هيستوري. تمام، بعد كده هنتكلم عن انترودكشن عن بالو ألتو نفسها، وهنعرف يعني ايه يولر، وبعد كده هنتكلم عن البالو ألتو نتوركس كومباني هيستوري، هنتكلم عن تاريخ شركه بالو ألتو، وفي الاخر هنتكلم عن البالو ألتو برودكت، واخيرا هنتكلم عن السيرتيفيكيشن بتاعه بالو ألتو. اوكي، في الاول خلينا نبدا بتاريخ الفاير وولز وايه الاسباب اللي ادت لظهور الفاير وولز. تمام، دلوقتي اي شركه او اي مؤسسه او اي مصنع اي مكان بيكون عنده نتورك، تمام، والنتورك دي بتكون كونكتد على الانترنت، فاي اي حد يكون واصل على الانترنت او كونكتد على الانترنت، تمام، اي حد من الانترنال نتورك بتاعتي واصل على الانترنت او واصل جوه الشبكه بتاعتي بيكون عنده القدره ان هو يخرج انترنت بدون اي قيود، يعني بيقدر يفتح اي سايت، بيقدر يعمل ابلود، بيقدر يعمل داونلود بدون اي مشاكل. تمام، ومن هنا بقى ظهرت المشاكل. اول مشكله ظهرت عندي ان الموظفين او اليوزرز بقى يخرجوا اي حاجه. تمام، الاونلاين اكتيفيتي زادت، بقى مفيش شغل، اليوزرز بقى اللي مش بيشتغل بقى ياثر على اليوزر اللي بيشتغل بطريقه غير مباشره، ان انا راجل طول النهار فاتح انترنت ومقضيها العاب وسوشيال نتوركينج وسوشيال ميديا مش عارف وداونلود وابلود والكلام ده كله. تمام، كمان في الداتا بتاعت الشركه بدات ان هي تتسرب. اوكي، من هنا بدا التفكير ليه ما يكونش عندي سوليوشن من خلال اتحكم في الترافيك بتاعي. تمام، وفعلا اخترعوا اول سوليوشن او اول فاير وول كان اسمه وقتها الباكت فلتر فاير وول او الستيتلس فاير وول او الاكسس كنترول ليست، دي كلها مسميات خاصه بالستيتلس فاير وول او الباكت فلترنج فاير وول او الاكسس كنترول ليست.
من خلال الباكت فلترنج او الاكسس كنترول ليست بدا ان انا اتحكم في الانكومنج والاوت جوينج ترافيك بتاعي. اوكي، الفاير وول ده او الباكت فلتر فاير وول ده كان شغال على لاير 3 ولاير 4، تمام؟ يعني شغال على السورس والديستنيشن ادرس والسورس والديستنيشن بورت. بمجرد ما بتشغل الفاير وول في الشبكه بتاعتك مفيش اي ترافيك هيقدر ان هو يدخل ويخرج من الشبكه بتاعتك، وبالتالي كان لازم احدد الناس اللي هتخرج او اللي هتدخل عندي من خلال كوماند او من خلال رولز بكتبها سطور بكتبها. باجي كده على الفاير وول واكتب له السطر ده، اقول والله اي حد او الشخص ده محتاج ان هو يخرج يعمل براوزنج، فكنت ساعتها بتكتب له سطر سواء كان شبكه او شخص محدد بعينه، تمام؟ فكنت بتيجي على الانسبكشن تيبل وتبدا تقول له السورس اي بي كذا بالسورس بورت كذا، لو عايز يروح للديستنيشن اي بي كذا بالديستنيشن بورت كذا بالبروتوكول اللي هو تي سي بي او يو دي بي اعمل له الاو. اوكي، في مشكله ظهرت مع الستيتلس فايرول، ان حضرتك لما بتيجي تابع ريكويست، تمام، فبيخرج من عندك، فانت فاتح له رول، دي اول رول انت فاتحها له، تمام؟ فكنت بمجرد ان هو بيخرج من عندك، انت لو فتح له رول في التيبل بتاعتك لما يجي له الرد في انواع من الترافيك رايح جاي بي دايركشن، تمام، بتبعت ريكوست بيجي لك الرد، فكان لما يجي لك الرد بتاع الريكوست بتاعك ده كان بيترفض بتعمل له ديناي، فكنا بنضطر ان احنا نكتب سطر تاني في الانسبكشن تيبل عكس السطر الاولاني. يعني انت بتقول له هنا لو اي حد او مثلا الشخص ده حب يروح يتصفح السايت ده او الاي بي ده اعمل له الاو، كنت بتعمل سطر تاني عكس دي تقول له ان الديستنيشن ده لو جالك بالبورت ده رايح للديستنيشن ده، كان ساعتها بقى السورس ده لو راجع للديستنيشن ده، تمام، اعمل له الاو. طبعا القصه دي كانت خطيره جدا، تمام، احنا طبعا عارفين لما بتيجي تعمل بتفتح ترافيك لحد من بره لجوه دي خطر جدا، انت كده بتفتح بوابه، تمام، كان هيدك كبير جدا، تمام. فدي كانت من اول يعني كانت بدايات المشاكل اللي ظهرت في الستيتلس فايرول، تمام. لو عايز مثال على الستيتلس فايرول، امثله على الستيتلس فايرول، تمام، كان زي الستاندرد والاكستندد اكسس كنترول ليست، لو تفتكروها موجوده في الاكسس ليست بتاع سيسكو راوترز، تمام. الاكستندد والستاندرد اكسس كنترول ليست دي نوع من انواع الستيتلس فايرول، تمام. استاذنكم شباب بس اللي فتح المايك. اوكي، فمن هنا بدا التفكير ليه ما يكونش عندي فايروول مستقل بعيد عن الراوتر اللي انا بحدد من خلاله الترافيك. انت خلي بالك الستيتلس فايروول ده كان عباره اساسا راوتر وفيتشر انت بتفعلها جوه الراوتر اللي هي الاكسس كنترول ليست، تمام. فمن هنا بدا التفكير. طبعا في مشاكل كتير ظهرت، انا بديك يعني مشكله او مشكلتين لكن في مشاكل كتير ظهرت، تمام. فبداوا يفكروا ليه ما يكونش عندي فاير وول مستقل بعيد عن الراوتر عشان اقدر اطور فيه براحتي. فظهر بعد كده نوع جديد من الفاير وولز كان اسمه الستيتفول فاير وولز. ظهر بعد كده الستيتفول فاير وول. الستيتفول فاير وول يا جماعه تقدر تقول برضو شغال على لاير 3 ولاير 4، تمام، ولكن بيميتيجيت بعض المشاكل الموجوده في الستيتلس فاير وول. لما حضرتك بتيجي تكاري رول، يعني من اهم المشاكل الخطيره اللي كانت موجوده في الستيتلس فاير وول ان انت كنت لازم تكاري لكل رول عكسيه. لا، انت في الستيتفول فاير وول خلاص انت بتكتب سطر واحد ومش محتاج تفتح الرول العكسيه، تمام. الفاير وول بيعمل اوتوماتيك جنريت لجدول تاني، تمام، او تيبل تاني كان اسمه الستيت تيبل، تمام. الستيت تيبل ده كان وظيفته ان هو كان بيجمع بياخد الانفورميشن بتاعتك اللي انت كتبتها في الانسبكشن تيبل بتاعك، تمام، ويبدا يعمل جدول تاني اسمه ستيت تيبل، تمام، كان بيحط فيه بيضيف فيه الانفورميشن بتاعت اليوزرز والكونكشن، وبالتالي لما حد كان بيحتاج ان هو مثلا يعمل براوزنج كان الفاير وول بيجنريت اوتوماتيكلي رول. يعني هنا انت في الستيت فول انت اهو كاتب سطر اهو واحد اهو، تمام، لما كان بيحس ان في ترافيك جاي من السطر ده كان بيعمل اوتوماتيك سطر تاني تحت منه عشان يبقى الترافيك رايح جاي اسمه بي دايركشن، تمام.
فكان بيكتب هنا في السورس، كان بيكتب فيه الديستنيشن اللي هو كان في الاول، يعني كان هنا بيحط السورس 90 وبيحط الديستنيشن اللي هو 21 والبورت نمبر 80 تي سي بي الاو. فدي كان اول مشكله عمل لي ميتيجيشن ليها. تمام. الستيتفول فاير وول بيكون اوير بكل الكونكشنز بتمر عليه، حاجه لا مور سمارت. تمام. طب لو عايزين امثله على الستيتفول فاير وول، زي مثلا بيكس بتاع سيسكو، زي اي اس اي بتاع سيسكو، كان في وقتها تشيك بوينت، الحاجات دي كلها كانت تندرج تحت الستيتفول فاير وول. ومن هنا ظهر مفهوم الفاير وول. احنا بقى لو حابين نعرف يعني ايه فاير وول، الفاير وول تقدر تقول عليه ان هو الفيرست لاين اوف ديفنس في الشبكه بتاعتك، او خط الدفاع الاول في الشبكه بتاعتك. الفاير وول لما بينزل في الشبكه بيعمل حاجز ما بين الانترنال نتورك والاكسترنال نتورك، ما بين اللان والوان، ما بين التراستد نتورك والانتراستد نتورك. اوكي. باي ديفولت لما بينزل الفاير وول في النتورك بتاعتي بيعمل ديناي لاي ترافيك، سواء كان الترافيك ده داخل الشبكه بتاعتي او خارج من الشبكه بتاعتي. وانت من خلال الفاير وول بوليسي بتقرر هتسمح لمين يخرج، وهتقرر لمين يقدر يدخل الشبكه بتاعتك. ومن هنا لازم نفهم ونعرف ان وظيفه الفاير وول ان انت تسمح للترافيك اللي انت محتاجه فقط. تمام. ان انت تسمح للترافيك اللي انت محتاجه بس، مش تفتح لي اني بعد كده تقول انا عايز اقفل ازاي، لا انت بتسمح للترافيك اللي انت محتاجه بس. تمام. في اوقات مثلا مديرين بنضطر ان احنا نفتح لهم ان ترافيك، ولكن طبعا مع مراعاه ان انت اي دينجرس ترافيك تعمل له ديناي. تمام. الكلام ده كله هنتطرق له في الكورس بتاعنا ان شاء الله، محدش يقلق. اوكي. فالصح ان انت ما تفتحش الشبكه بتاعتك ان ترافيك، لا انت تفتح للترافيك اللي هم محتاجينه بس. اوكي. مع التطور الكبير طبعا اللي حصل في عالم الانفورميشن تكنولوجي وظهور تكنولوجي جديده، بدا ان طبيعي جدا ان السايبر اتاكس، تمام، اتطورت جدا. ظهر ديفرنت تايب من اتاك، ظهر ديفرنت اتاك تكنولوجي، ظهر ديفرنت تايب من الاتاك تكنيك. تمام. والمالوير طبعا اتطورت جدا. الايفيزيف ترافيك بقى ميليشيا، وفي يعني بقى في حاجه اسمها ايفيزيف ترافيك وبقى في حاجه اسمها ميليشيس ترافيك. اوكي. خلينا نديكم مثال عن القصه دي. نفترض مثلا ان احنا عاملين بابلش، دي شبكه، دي النتورك بتاعتنا. تمام. واحنا عاملين بابلش لويب سيرفر وميل سيرفر، وعندنا الانترنال يوزر بتوعنا. تمام. وبالتالي طبعا تعمل بابلش، يبقى انت فاتح هنا بوابتين، بوابه للميل سيرفر وبوابه للويب سيرفر. اوكي. عشان تخلي اي حد من بره يقدر ياكسس او يوصل للويب سايت ده او الميل سيرفر ده. طبعا مع تراديشنال فاير وول او مع الليجاسي فاير وول ما كانش بيقدر يمنع الاتاكس، ولا حتى المحاولات اللي كانت بتفشل وكان بيمنعها ما كناش بنعرف عنها اي حاجه. تمام. كمان لو في يوزر بيعمل في هنا مثلا يوزر بيعمل داونلود لداتا، والداتا ديت فيها مالوير، هتعدي من على الفاير وول، والفاير وول ما كانش بيعرف عنها اي حاجه. اوكي. كانت بتوصل، ولو عندك اند بوينت كويس كان بيقدر يمنعها، ما عندكش اند بوينت كويس كان بيبهدل الشبكه. تمام. اي حد مثلا بعت لي فيشنج ايميل، بعت لي ايميل عادي وفي فيشنج يو ار ال، كان بيعدي من خلال الفاير وول وبيوصل للشبكه عندي وبيدخل جوه، وكان بيعدي عادي جدا. ممكن يوزر بيفتح مثلا ميليشيس ويب سايت. تمام. دي كلها كانت مشاكل ظهرت لي في الليجاسي فاير وولز او التراديشنال فاير وولز، اللي هم اقصد بيهم الستيتلس فاير وول او الباكت فلترنج فاير وول والستيتفول فاير وول. فمن هنا بدا التفكير ان احنا ليه ما يكونش عندنا فاير وول اقوى. من هنا ظهر بقى مفهوم السايبر سيكيورتي، من هنا بدا يظهر في مؤسسات وشركات متخصصه في السيكيورتي، بدا يظهروا، بدا يخترعوا انذر سيكيورتي سوليوشنز، كل وظيفتهم في الحياه ان هم يعملوا ريسيرش وديفلوبمنت. تمام. علشان الناس يكون عندها القدره ان هي تامن الشبكه بتاعتها من اي ثريتس. اوكي. وبدا الشركات طبعا تلجا لانذر سوليوشنز بجانب الفاير وول عشان يكون عندها القدره انها تحافظ على الشبكه بتاعتها من اي ديفرنت ثريتس او من اي ديفرنت اتاك. اوكي. يعني مثلا محاولات الاتاك اللي كانت بتحصل، سواء نجحت او فشلت ما يكونش بيعرفوا عنها اي حاجه، فاخترعوا حاجه اسمها الاي دي اس. تمام. الانتروجن ديتكشن سيستم. الانتروجن ديتكشن سيستم ده كان وظيفته ان هو بيعرفني الاتمتد اتاك، اي محاولات اتاك بتحصل عليك كان بيعرفك بيها، كان بيقول لك والله ده فيه
حد بيحاول يعمل عليك اتاك، كان بيسجل لك الكلام ده في لوجز وكان بتتبعت لك في ايميل واس ام اس يقول لك الحق ده في حد بيحاول يعمل عليك اتاك. فلو عندك اي برنامجيتي في النتورك بتاعتك الحق اعمل لها باتشنج بسرعه. تمام، فانت كنت بتجري تعمل باتش للفرنابيلتي اللي عندك دي وتلحقها. تمام، بعد كده احنا محتاجين سوليوشن تاني يعمل دروب للاتاكس ديت واي محاوله اتاك. تمام، انا افترض انا عندي ما قدرتش اعمل باتشنج للفرنابيلتي دي، فانا محتاج سيستم يمنع الاتاكس ده. وفعلا اخترعوا حاجه اسمها الاي بي اس او الانتروجن بريفنجن سيستم. الانتروجن بريفنجن سيستم ده كان وظيفته ان هو بيمنع اي محاولات الاتاك اللي بتحصل عليك. تمام، والاي بي اس ده عباره عن ابلاينس بيحتوي على حاجه اسمها اتاك سيجنتشر داتابيز. عنده داتابيز، عنده جدول كده كبير، تمام، كاتب لك فيه كل انواع الاتاك اللي ممكن تحصل عليك، وبالتالي لو جالك اي ترافيك بيحتوي على اي نوع من انواع الاتاك كان بيعمل لها ايه دروب على طول. اوكي، طب احنا محتاجين سوليوشن يقدر ان هو يوقف او يعمل ريسيت او دروب لاي كونكشنز بتحتوي على فيروسز. انا مش هستنى واعتمد على الاند بوينت اللي عندي على جهاز اليوزر. طب نفترض ان اليوزر ما عندوش اند بوينت، كويس، انا عايز امنع الاتاك او امنع ان يحصل لي اي مشكله قبل ما تدخل الشبكه بتاعتي، وقفها لي من بره خالص. تمام، وفعلا اخترعوا سوليوشن انتي فيروس سوليوشن يتحط على الايدج ده، غير طبعا الاند بوينت. تمام، علشان اعمل اسكان لاي ترافيك داخل وخارج من عندي، اي داونلود وابلود ترافيك. تمام، طب احنا محتاجين سوليوشن يعمل فلتر للويب سايتس اللي عندي، يعمل لي فلتر لاي ويب سايت عندي. تمام، واقدر احدد فيه الويب سايتس اللي انا عايز اخلي اليوزر يفتحوها، امنع الويب سايتس اللي اليوزر يقدر يدخل عليها. فاخترعوا ويب فلترنج سوليوشن علشان اقدر احدد لليوزرز التراستد ويب سايتس بس اللي هم يقدروا يشتغلوا عليها. اوكي، الناس اللي عندها ايميل سيرفرز كنت بتحتاج او بيحتاجوا حاجه اسمها اس اي جي او سكيورتي ايميل جيت واي. تمام، الايميل سكيورتي جيت واي او الانتي سبام، اسمه المدرج دي او معروف بالنسبه لنا الانتي سبام، هو ايميل سكيورتي. تمام، عشان امنع الفيروسز اللي ممكن تجي لي في الايميل، امنع الفيشنج ايميل او الفيشنج يو ار ال، امنع الايميل فرود، امنع السبوفنج، امنع السبام. فاخترعوا لنا حاجه اسمها اس اي جي. تمام، الناس اللي عندها ويب سايتس وعايزه تحمي السايتس دي من اي اتاك. تمام، فاخترعوا حاجه اسمها واف او ويب ابلكيشن فاير وول. تمام، دي كلها احنا وصلنا لاخر حاجه لحته الواف. تمام، فاخترعوا الناس اللي عندها الويب سايتس عايزه تامن السايتس بتاعتها من اي محاولات اتاك، فاخترعوا حاجه اسمها الواف. طبعا الشركات الصغيره او المتوسطه لقيت نفسها عشان تامن الشبكه بتاعتها محتاجه ان هي تعمل ديبلوي لمالتيبل سكيورتي سوليوشن. تمام، وده في اغلب الحالات بيكون صعب علشان الكوست. بالنسبه للشركات الكبيره تمام الموضوع بالنسبه لها مناسب جدا عادي مش هيفرق معايا، ولكن الشركات الصغيره او المتوسطه الموضوع كان عليها كوست كبير، وحتى في الادمنستريشن كان صعب. تمام، كان هيدك على الادمنستريتور. انتوا عارفين الشركات الصغيره او المتوسطه بيجايبين ادمن واحد بيدير هو الليله كلها، فالموضوع كان صعب بالنسبه لهم. بس بعد كده هنعرف ان ده الصح. اي انتربرايز او اي شركه محترمه او اي داتا سنتر محترمه لازم يكون عندها السوليوشنز دي كلها بغض النظر. تمام، ده الصح، ان انت يكون عندك لكل حاجه ليها السوليوشن بتاعها. اوكي، بس ما علينا، قدام هنعرف الكلام ده. تمام، ومن هنا بقى السكيورتي كومباني، تمام، الشركات اللي هي مسؤوله عن السكيورتي بدات تجي لهم فكره، احنا ليه ما يكونش عندنا وان سكيورتي ديفايس يكون جوه منه او امبيدد فيه او انكلود جوه منه مالتيبل سكيورتي سوليوشنز. ومن هنا جت لهم فكره ان احنا ليه ما نخترعش حاجه اسمها اول ان وان سكيورتي ديفايس. تمام، وفعلا في 2003 بعض الفندرز اخترعوا حاجه اسمها اول ان وان سكيورتي ديفايس، وده كان عباره عن سوليوشن بيحتوي على مالتيبل من السكيورتي سوليوشنز، زي مثلا عباره عن فاير وول وفي راوتنج وفي نات وفي انتجريشن مع الاكتيف دايركتوري اللي هو الاس اس او، وفي الاس اس ال انسبكشن، وفي اليو ار ال فلترنج، وفي الابلكيشن كنترول، وفي الاي بي اس والاي دي اس، وفي الانتي سبام والواف والفي بي ان. جت بقى بعد كده منظمه تانيه خاصه بالسكيورتي، المنظمه دي قال لك خلاص احنا هنغير الاسم ده من اول ان وان سكيورتي ديفايس، لا هنخليه حاجه اسمها يو تي ام، يونيفايد ثريت مانجمنت. اوكي، الاي دي سي دي منظمه خاصه بالسكيورتي، تقدر تقول ان اليو تي ام ده الابديتد نيم
بتاع الاول ان وان سكيورتي ديفايس او الاول ان وان سكيورتي سوليوشنز، وده الاسم اللي منتشر ومتواجد لحد الان. يعني انت لما تقول لحد اول ان وان سكيورتي ديفايس محدش هيعرفه، لكن لما تقول يو تي ام هتلاقي الناس كلها عارفاه. تمام، ده الاسم اللي هو منتشر ومتواجد الى حد الان، الى الان في اي فيندور، وفي فيندورز كتير شغاله بالاسم ده لحد يعني لحد دلوقتي. هتلاقي في حاجه اسمها 40 جيت يو تي ام، سوفوس يو تي ام، سونيك وول يو تي ام، تشيك بوينت يو تي ام، واتش جارد يو تي ام، حاجات كتير جدا شغاله بنفس الكونسبت ده او بنفس المفهوم ده او بنفس الاسم ده. اوكي، وده اللي قلت لكم عليه من شويه، ان اليو تي ام ده جامع او عامل كومباينيشن ما بين اكتر من تكنولوجي، سواء راوتنج او نات او اس اس او اللي هو الانتجريشن مع الاكتيف دايركتوري، شغالين اس اس ال انسبكشن، يو ار ال فلترنج، ابلكيشن كنترول، انتي فايروس، اي بي اس، اي دي اس، اس ام تي بي، سكيورتي اللي هو الانتي سبام، وفي بي ان. الكلام ده اللي مش عارفه هنعرفه قدام، محدش يقلق، ده كله انتروداكشن، احنا لسه بنفرش الفرشه بتاعتنا. اوكي، وبعد كده ظهر في الماركت اسم جديد اللي هو النكست جنريشن فاير وول. لو بصيت على الفيتشرز بتاعت النكست جنريشن فاير وول هتلاقيها، هتلاقي الفيتشرز دي اللي بيقوم بيها هي اللي بيعملها اليو تي ام. تمام، بالعكس ده انت ممكن تلاقي اليو تي ام زياده شويه عنه، عن الحاجات اللي بيقوم بيها النكست جنريشن فاير وول. يعني مثلا حته الموديول بتاع الاس ام تي بي او السكيورتي ايميل ده مش موجود في النكست جنريشن فاير وول. الواف في بعض اليو تي ام شغاله عندها واف، وفي بعض اليو تي امز ما عندهاش واف، بس في النهايه هم عندهم واف. في النكست جنريشن ما عندوش واف. هتلاقي ان النكست جنريشن فاير وول شغال بيعمل راوتنج، بيعمل نات، بيعمل يوزر اي دي، ابلكيشن اي دي، اس اس ال واس اس اس اتش انكريبشن ديكريبشن اسف، واليو ار ال فلترنج، والثريت بريفنجن، والمالوير اناليسز، والفي بي ان، والترافيك فيزابيلتي. الكلام ده كله هنعرفه كمان شويه يعني ايه. تمام، بس اللي انا عايز اوصله لك ان هتلاقي ان الفيتشرز بتاعت اليو تي ام هتلاقيها اكتر من الفيتشرز بتاعت النكست جنريشن فاير وول. اوكي، وهنعرف ليه كمان شويه. دلوقتي انت هتستغرب وتقول لي معنى كده اليو تي ام احسن، اليو تي ام اشمل، اليو تي ام فيه فيتشرز اكتر. اقول لك لا، اصبر شويه وانت تعرف كل حاجه. هو مبدئيا النكست جنريشن فاير وول لما نزل بعد اليو تي ام، فطبيعي جدا ان هو نازل يميتيجيت او ينهانس جزئيه معينه في السكيورتي. هو نازل علشان ينافس، وده طبيعي ان كل يوم في انواع جديده من الفيتشرز بتنزل او من ثريتس بتنزل، وكل يوم برضو بتلاقي في فيتشر جديده نزلت وبرودكت جديده نزلت من السكيورتي بتعالج القصه ديت. مسمى النكست جنريشن فاير وول اول مره لما ظهر على ايد بالو التو نتوركس فاير وول. بالو التو هي اللي اخترعت المسمى ده، بالو التو هي اللي اخترعت المسمى ده، هي اول حد نزل بالمسمى ده. طب احنا متعودين لما يكون في برودكت جديد نزل او شركه جديده نزلت او فيتشر جديده نزلت او فيندور جديد نزل في السوق، بيقول لك انا شاطر في الحته الفلانيه، ونازل امتيجيت في الحته الفلانيه، ونازل اعمل انهانسمنت في الجزء الفلاني، وجاي اكفر ايشو معينه كانت موجوده عند الناس، وانا جاي انا عندي الحل ده، انا عندي الحل اللي هكفر بيه الايشو دي. زي ما اليو تي ام نزلت وعملت مع التراديشنال فاير وولز او مع الليجاسي فاير وولز، نفس الكلام بالو التو عملت كده مع اليو تي ام. خد بقى مميزات بالو التو، هنعرف دلوقتي ايه هي مميزات بالو التو. طبعا بالو التو لما كانت نازله كانت دارسه السوق كويس جدا جدا، عارفه الناس محتاجه ايه، وعارفه القصور اللي موجوده في الفيندورز التانيين ايه، فهي بدات تلعب على الجزئيه دي. اولا بالو التو واحد من اهم واقوى السكيورتي سوليوشنز اللي تقدر تتعامل معاها في تامين الشبكه بتاعتك، علشان بالو التو بتقدر ان هي تحقق او توفر لي ثلاث حاجات. تمام، بتقدر توفر لي حاجه اسمها الفيزابيليتي في النتورك بتاعتي، وهنعرف يعني ايه فيزابيليتي كمان شويه، علشان الثريت بريفنجن بتاعتها قويه جدا جدا جدا، وبتحميني من اي نوع من انواع الاتاكس، سواء دايركت اتاك او اندايركت اتاك، وهنعرف الكلام ده كمان شويه. علشان بالو التو الاستابيليتي بتاعتها عاليه جدا مقارنه باي فيندور تاني. تمام، يبقى ثلاث حاجات بالو التو متفوقه فيهم عن اي فيندور تاني: الفيزابيليتي والثريت بريفنجن والاركتكتشر او الاستابيليتي، وهنعرف يعني ايه كمان شويه. الاستابيليتي انا اقصد بيها هنا، او الاركتكتشر بقصد بيها هنا، ان عندها هاي بيرفورمانس روبوت، هاي بيرفورمانس ثريت بريفنجن، هاي بيرفورمانس بروسيسنج، وهنعرف يعني ايه كمان شويه. اوكي، وهنعرف ليه. خلينا
نمسك اول نقطه اللي هي الفيزابيلتي، عايزين نعرف يعني ايه فيزابيلتي. ممكن توضح لي يعني ايه فيزابيلتي بعد اذنك؟ حاضر. بالا قلت بتقول لك ان من ضمن الحاجات اللي من خلالها هتقدر ان انت تحقق اعلى معدل في الامان، اعلى معدل من الامان في الشبكه بتاعتك، هو ان يكون عندك حاجه اسمها فيزابيلتي. تقدر تشوف الشبكه ماشي فيها ايه، تقدر تعرف الشبكه بيتعدي منها ايه، ويكون عندي القدره ان انا اشوف كل الترافيك اللي بيمر منها ومين بيستخدم الترافيك ده. الفيزابيلتي دي عشان تتحقق هتتحقق من خلال حاجه اسمها الايولر. ايولر ايه؟ يو ال ار. حضرتك طبعا لو سرشت عن الاسم ده على الانترنت مش هتلاقي له اي وجود. ده انا شورت كات عامله علشان بس تفتكر مفهوم الفيزابيلتي. اقصد بالفيزابيلتي هنا او بالايولر هنا ثلاث حاجات: ابلكيشن اي دي، يوزر اي دي، لوجنج وريبورتنج. تمام، ثلاث اربع حاجات: ابلكيشن اي دي، يوزر اي دي، لوجنج ريبورتنج. الثلاثه الاربعه دول بيسووا لي كلمه فيزابيلتي. تمام، انت لو حققت الاربع حاجات دي كده انت عندك فيزابيلتي في النتورك بتاعتك، عندك القدره ان انت تشوف اي حاجه جوه الشبكه بتاعتك. خلينا نمسك اول بوينت معانا اللي هي الابلكيشن اي دي. عايزين نعرف يعني ايه ابلكيشن اي دي. خلينا في الاول بس نتكلم ونعرف يعني ايه ابلكيشن اي دي. بالا الطو عندها القدره تمام انها تتعرف على اي ترافيك يمر من عليها او اي كوميونيكيشن بيتم من خلالها، واي ترافيك بيمر من خلالي قادر ان انا احدد له ابلكيشن. تاني، بالا الطو عندها القدره انها تتعرف على اي ترافيك يمر من عليها او اي كوميونيكيشن يمر من خلالها وتقدر ان هي تحدد له ابلكيشن. الكلام ده مهم جدا. تمام، معنى كده ان بالو التو مش بتعتمد على البورت نمبر، لا ده بتعتمد على الابلكيشن. يعني لما بتيجي تعمل براوزنج بتقول له انا عايز اعمل براوزنج او عايز اعمل حاجه اسمها ويب براوزنج، مش هتقول له افتح لي بورت 80 او 443، لا ده انت بتقول له افتح لي البراوزنج، افتح لي الاس اس ال. اس اس ال هنا بتساوي الاتش تي تي بي اس. اوكي، يعني خلاصه الكلام، الكلام ده لسه احنا يعني ابلكيشن اي دي هنتكلم فيه باستفاضه كبيره جدا في السيشن بتاعته، بس خلاصه الكلام اللي عايز اقوله لك ان بالا الطو مش بتعتمد على البورت نمبر، بالا الطو بتعتمد على الابلكيشن. بالا الطو بتقول ان اي ترافيك ليه ابلكيشن، وكمان بقدر اتعرف على الستريت فورورد ابلكيشن واقدر اتعرف على الايفيزيف ابلكيشن. بقدر اتعرف على الستريت فورورد ابلكيشن اقصد بيها الحاجات اللي هي صراحه معروفه. تمام، بالا الطو بتيجي بتقول لك يا جماعه، بتقول لكم ان كل ابلكيشن ليه سيجنتشر، كل ابلكيشن ليه سيجنتشر. الاتش تي تي بي ليها سيجنتشر، الاس ام تي بي ليها سيجنتشر، الدي ان اس ليها سيجنتشر. تمام، فهي بتقدر تتعرف على الستريت فورورد ابلكيشن من خلال السيجنتشر. اوكي، ستريت فورورد ابلكيشن اقصد بيها الابلكيشنز اللي هي صراحه معروفه، مش ايفيسيف ابلكيشن، مش ابلكيشن بتضحك علينا، مش تقول لك ان انا بعمل براوزنج لكن هي بتعمل حاجه ثانيه، لا دي ابلكيشن صراحه بتقول لك انا بعمل كذا، بعمل براوزنج، بعمل مثلا داونلود، بعمل ابلود، ببعت ميل. فدي تندرج كلها تحت الستريت فورورد ابلكيشن. تمام، فهي بتتعرف على الستريت فورورد ابلكيشن من خلال السيجنتشر، وقالت لك ان كل ترافيك او كل ابلكيشن ليه السيجنتشر الخاصه بيه. تمام، واديتك امثله عليها زي البراوزنج، زي الاس ام تي بي، زي دي ان اس، حاجه دي كلها تندرج تحت الايه، الستريت فورورد ابلكيشن. كمان بقدر اتعرف على الايفيزيف ابلكيشن، الابلكيشن اللي ملهاش سيجنتشر محدده، مش في مفيش حاجه كده انا ماسكك بيها. الابلكيشن اللي هي في كل شويه بتتغير، زي ايه؟ اديني مثال. الابلكيشن مثلا زي السكايب، زي الانكريبتد بيت تورنت، زي النتورك بروكسي، الحاجات دي كلها تندرج تحت الايفيزيف ابلكيشن. وهنا بالا التو برضو بتتعرف عليها. طب بالا التو هتتعرف عليها ازاي؟ بالا التو بتعتمد على حاجه اسمها الهيراستكس، او بتعتمد على حاجه اسمها البيهيفير. البيهيفير ان هو بيقدر يتعرف على الابلكيشن ده او الفيتشر دي بتعمل ايه. اوكي، يعني كده معنى كده الكلام ان بالا التو بتقدر تتعرف على الايفيزيف ابلكيشن من خلال الهيراستكس والبيهيفير. اوكي كده، التكنيك ده تمام اللي بتستخدمه البالو التو اسمه behavior based detection of application. تمام، بقدر اتعرف على الابلكيشن لو كان ايفيسيف من خلال البيهيفير بتاعته، من خلال الهيراستكس بتاعته. تمام، خلاصه الكلام اللي انا عايز اقوله ان بالا التو لما بتيجي تسمح للترافيك بتسال الابلكيشن ده
بتسال الابلكيشن ده تقول له هل انت هتشتغل، او بتسالك انت كادمن، انت هتشتغل بالستاندرد بورت ولا هتشتغل بالديفرنت بورت ولا هتشتغل باي بورت. تمام، يعني انت بتحدد له الابلكيشن وبتحدد له البورت نمبر اللي هيشتغل بيه، هل هتسيبه بالديفولت ولا هتغير البورت ولا هتسيبه باي بورت. تمام، على سبيل المثال هنديك مثال، لما تيجي تسمح للفيسبوك هتلاقي ان في ابلكيشن، مثلا لو جيت دورت عندك في الابلكيشن كنترول او الابلكيشن اي دي في البالو التو، هتلاقي ان في ابلكيشن اسمه فيسبوك، وهتلاقي في ابلكيشن للمحتوى بتاع الفيسبوك نفسه. يعني مثلا هتلاقي في ابلكيشن للميل، ابلكيشن للبوستنج، ابلكيشن للشات، ابلكيشن مش عارف لايه، مليان ابلكيشنز. تمام، هتيجي تقول لك وانت بتكريت الرول كده انت عايز تفتح اي ابلكيشن، فانت بتحدد له ابلكيشنز، هل هيشتغل ستاندرد بورت ولا نون ستاندرد بورت. تمام، طب خليني بقى اديك مثال، ان مثلا في يوزر بيكلم سكيور سايت وبيعمل داونلود لمحتوى معين، وارد جدا المحتوى ده يكون في مالوير. تمام، والفاير وول طبعا مش هيقدر يشوفه لان الترافيك متشفر من الاند للاند. يعني انت دلوقتي في هنا في شخص في بي سي اهو، في اند يوزر عندك بيكلم سيرفر. تمام، الترافيك ما بين الاند ده والاند ده، او من ما بين اليوزر والسيرفر ده متشفر. تمام، طب نفترض ان الراجل ده بيعمل داونلود لترافيك في مالوير، البالو التو هيتعرف عليه ازاي؟ هيقدر يقفشه ازاي؟ ها، بالو التو بتقدر بتطبق حاجه اسمها الاس اس ال ديكريبشن بوليسي. من خلال الاس اس ال ديكريبشن بوليسي انت بتعمل ديكريبت للترافيك. تمام، وبتشوف الترافيك ده اللي جواه ايه، وبتشوف داخل الاس اس ال ده مسموح بيه ولا لا، ولو مسموح له هعديه بقى على حاجه اسمها انتي فايروس، وحاجه اسمها انتي سباي وير، وعلى حاجه مش عارف على ايه، على كذا اكتر من نوع من انواع الفلترز. تمام، طب انا دلوقتي عايز اعمل بابلش مثلا لميل سيرفر، عايز افتح عليه في سيرفر هنا اهو عندي، ده ميل سيرفر عايز اعمل له بابلشنج. انت لو وعايز تفتح هتعمل بابلشنج مثلا لحاجه اسمها اوا وحاجه اسمها اوتو ديسكفر، اوتو ديسكفر. تمام، انت لو شغال بالتراديشنال فاير وول او باليو تي ام، خلينا نقول تراديشنال فاير وولز، خلينا نقول دندلك تحت منها اليو تي ام والستيتلس والستيتفول فاير وول، انت هتيجي هنا على السيرفر بتاعك وتقول له افتح لي بورت 80 وافتح لي بورت 443. ده التو بورتس اللي هم بيستخدموهم الاوا والاوتو ديسكفر. تمام، لا انت بقى مع بالو التو، مع بالو التو قول له افتح لي الابلكيشن اللي اسمه الاوا، افتح لي الابلكيشن اللي اسمه الاوتو ديسكفر، افتح لي الابلكيشن اللي اسمه الاكتيف سينك. يا جماعه الفرق ما بين الابلكيشن حاجه والبورت نمبر حاجه، في فرق كبير جدا، في فرق كبير جدا. تمام، انت ممكن تفتح بورت، تمام، ولكن البورت ده بيعدي يعني بيعدي ترافيك ممكن يبهدل لك الدنيا. اوكي، فانت هنا مع بالو التو بتحدد له الابلكيشن، فلو جالك ترافيك بالبورت ده بس ابلكيشن تاني هيمنعه. تمام، تاني حاجه تندرج تحت الفيزابيليتي عندي حاجه اسمها اليوزر اي دي. تمام، بالو التو قويه جدا في جزئيه اليوزر اي دي من خلال الانتجريشن اللي بتعمله مع ال ال داب. الانتجريشن ده مش بيهيس، انت لو شفت في انواع تاني من انواع من الفاير وولز تعمل الانتجريشن ده بتلاقي مش شغال، في تهييس. تيجي تطبق بوليسي، البوليسي مش بتطبق، لازم تراستر ولازم مش عارف ايه ولازم ايه، لا مع بالو التو مفيش تهييس. وانس ان انت طبقت البوليسي دي مش محتاج ان انت تعمل مثلا لوج اوت ولوج ان، لا هتشتغل على طول. تمام، فلما تيجي تطلع ريبورت هتطلعه لك بالمليمتر، هتطلعه لك بالسنتي، تقول لك ان اليوزر ده عمل كذا وكذا 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 وكذا، فتح موقع كذا وعمل داونلود كذا وحاول يكونكت على كذا. اوكي، فالانتجريشن او اليوزر اي دي في البالو التو قوي جدا جدا مقارنه باي فيندور تاني. ثالث حاجه ندرج تحت الفيزابيلتي هو المونيتورنج او اللوجينج والريبورتنج او المونيتورنج بوجه عام. تمام، بالو التو متفوقه جدا في جزء المونيتورنج واللوجينج او في اللوجينج والريبورتنج. هتقدر ان انت تتراك كل حاجه في الشبكه بتاعتك، هتقدر تتراك وتعرف السيشن دي اتعمل لها دروب ليه، بسبب اي بوليسي، بسبب اي رول، هتشوف اليوزر عامل داونلود ايه لايه وابلود لايه، هتقدر تراقب الببلشنج الببلش دي سيرفر بتاعتك، هتشوف اي سيرفر انت عامل له ببلشنج هتقدر تراقبه وتشوف محاولات الاتاك اللي بتحصل عليه. تمام، الترافيك بتاعك كله هيتسجل
ولو الترافيك ده طبعا بيحتوي على اي ثريتس، نوع من انواع الثريتس، سواء كان فيروس او سباي وير او في اي نوع من انواع الاتاك اللي بيحصل عليك، بيبتدي ان هو يصنفه لك، بيقول لك ده كريتيكال او ده هاي او ده ميديوم او ده لو. اوكي، فالفيزابيلتي او اللوجينج والريبورتنج في بالو التو قويه جدا. تمام، هتقدر ان انت تجنريت انواع كثيره من الريبورتات. تمام، هتقدر تعمل جنريت للنتورك اكتيفيتي، تقدر تعمل جنريت لريبورت للثريت اكتيفيتي، للبلوك اكتيفيتي، للتانل اكتيفيتي، هتقدر تشوف الرول يوسج، هتقدر تشوف الابلكيشن، اكتر ابلكيشن شغال عندك، اكتر ترافيك شغال عندك، فعلا هتشوف تفاصيل دقيقه جدا فوق ما تتخيلها. تمام، من غير ما تعتمد على سوليوشن تاني مستقل زي في فيندورز تانيين اشهرهم طبعا فورتي جيت، عندها سوليوشن مستقل لحته اللوجينج والريبورتنج والمونيتورنج. تمام، اللوجينج والريبورتنج فيها متخلف جدا، لا هنا في بالو التو المديول اللي هو المونيتورنج في بالو التو اقوى بكتير من المديول المنفصل او الابلاينس المنفصل او السوليوشن المنفصل في فيندورز تانيين كتير. اوكي، فدي دي ال 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 فده الايولر او ده الفيزابيليتي اللي انا بتكلم عنه. اوكي، خلينا بقى نتكلم عن حاجه تانيه اللي هي ثريت بريفنجن. الثريت بريفنجن من اهم الفيتشرز اللي هتمنع بيها التهديدات على الشبكه بتاعتك، ومن اهم الفيتشرز اللي بتميز فاير وول عن تاني، وبالو التو طبعا متميزه جدا جدا في الجزئيه دي. استاذنكم بس يا شباب الثريت بريفنجن زي ما قلت لك ان الثريت بريفنجن من اهم الفيتشرز اللي هتمنع بيها تهديدات في الشبكه بتاعتك، ومن اهم الفيتشرز اللي بتميز فاير وول عن فاير وول تاني. بالو التو قويه جدا في الجزئيه دي، بالو التو متميزه في الجزئيه دي جدا، الثريت بريفنجن فيها قويه جدا، وتقدر ان انت تمنع نسبه كبيره جدا جدا من الاتاكس اللي ممكن تحصل عليك. تمام، سواء كان تارجتد اتاك او اندايركت اتاك او اللي هو كوموديتي مالوير. اوكي، وهنعرف يعني ايه الكلام ده. بالنسبه للتارجتد اتاك انا اقصد بيها ان انت راجل مستهدف، الشركه بتاعتك مستهدفه والهاكرز او الاتاكرز ناويين لك على نيه سوداء. تمام، بالنسبه للاندايركت اتاك او الكوميديتي مالوير دي اقصد بيها التروجنز المالوير او زي مثلا زي الرانسام وير، دي حاجات انت والله نوع من انواع الاتاك بس مش مستهدف، انا برفعه وبرفع ملف فيه مالوير او فيه مثلا رانسام وير، اي حد بقى مش مستهدف مثلا احمد ولا احمد ولا محمد ولا عمر ولا علاء، لا ده برفعه، اي حد بينزله خلاص كده ايه هيلبس المالوير ده. تمام، بالو التو قويه جدا في الجزئيه دي، متميزه جدا في الجزئيه دي ان هي بتقدر تمنع اي نوع من انواع الثريتس. تمام، طب ايه اللي خلاني اقول ان بالو التو متميزه جدا في جزئيه الثريت بريفنجن؟ ايه اللي خلاني اقول كده؟ اوكي، ايه اللي خلاني اقول كده؟ اولا بالو التو عندها حاجه اسمها، عندها تيم اسمه يونت 42. تمام، اليونت 42 ده او الوحده اللي هي وحده اسمها وحده 42، الوحده 42 دي عباره عن جلوبال ثريت انتليجنس تيم، جلوبال ثريت انتليجنس تيم. التيم ده كبير جدا في بالو التو، ده تيم كبير جدا شغال في بالو التو، دول الصفوه تقدر تقول عليهم الصفوه في السايبر ثريتس، او الصفوه او الناس دي خبيره في السايبر ثريتس، الناس دي اكسبرت في الاناليسيس، الناس دي اكسبرت في الهانتنج، الناس دي اكسبرت في الريفرسنج انجينير مالوير، الناس دي اكسبرت في اكتشاف وتجميع ومعرفه الانون ثريتس. تمام، الناس دي مهمتها في الحياه الريسيرش والدوكيومنت، مهمتها في الحياه الريسيرش الريسيرش والديفلوبمنت او الريسيرش والدوكيومنت. تمام، وبعد كده بعد ما هي خلاص عرفت الـ 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 او لما بتكتشف نوع جديد من انواع الثريتس بتبدا ان هي تعمل له، تبدا ان هي تعمل له شير او بتعمل شير للنولج دي مع الاورجنايزيشن، مع اورجنايزيشنز ثانيه او سيستمز ثانيه ممكن تستخدمها وتستفيد منها علشان تقدر تمنع السايبر اتاك دي. تمام، كمان بالو التو لما بتيجي تعمل اناليسز للاود ترافيك، تمام خلاص هو الترافيك ده ما فيهوش اي نوع من انواع الاتاك بناء على اليونت 42، تمام خلاص في ترافيك انا عامل له الاو، هبتدي ان انا اعمل له اناليسز.
تمام، في ترافيك انت سامح له ان هو يدخل الشبكه بتاعتك، تمام، فالمفروض ان انت هتعمل له اناليسز. البالو التو بتديك مالتيبل لاير من الاناليسز، مالتيبل لاير من البريفنجن، بتواجه الثريتس في كل مرحله من مراحل الهجوم. يعني بالو التو عندها حاجه اسمها وايلد فاير واوتو فوكس، عندها حاجه اسمها دي ان اس سكيورتي، عندها حاجه اسمها زوم بروتكشن، عندها حاجه اسمها دوس بروتكشن، عندها حاجه اسمها اكسترنال دايناميك ليست، عندها ده غير طبعا البروفايلز اللي انت بتحطها على كل ترافيك زي الانتي فايروس والاي بي اس والانتي سبام واليو ار فلترنج والفايل بلوكينج والداتا فلترنج والوايلد فاير. الحاجات دي كلها الترافيك بيمر عليها بترتيب معين. اوكي، الوايلد فاير هنا انا اقصد بيه الساند بوكس بتاع بالو التو، وهنتكلم عنه كمان شويه. ده الساند بوكس بتاع بالو التو. الساند بوكس ده طبعا مهم جدا في حاله ان انت بتعمل داونلود لمثلا الملفات، والملف ده الفاير وول شاكك فيه او شاكك ان هو ممكن يكون مالشس كود او مالوير او بيحتوي على مالوير، فبياخده عنده في فيرتشوال انفايرمنت، بيبتدي ان هو يفك ويعمل له اناليسز وبيشغله وبيشوف البيهافير بتاعه. تمام، هنتكلم عنه كمان شويه. اوكي، بالنسبه للثريت بريفنجر في بالو التو تقدر تقول عليها هاي بيرفورمانس ثريت بريفنجر. طب ايه السبب اللي خلاني اقول ان الثريت بريفنجر في بالو التو هاي بيرفورمانس ثريت بريفنجر؟ علشان الثريت بريفنجر دي او الكونتنت اي دي لها اسمين، ثريت بريفنجر او كونتنت اي دي. علشان الكونتنت اي دي دي مبنيه على حاجه اسمها سنجل باس اركتكتشر، ودي عباره عن يونيك كومباينيشن ما بين سوفت وير وهارد وير علشان يدينا الماكسمايز ثروبوت والمينيمايز الليتنسي. تاني، الكونتنت اي دي في بالو التو مبنيه على حاجه اسمها سنجل باس اركتكتشر، وده عباره عن يونيك كومباينيشن ما بين سوفت وير وهارد وير علشان يدينا ماكسمايز للثروبوت ومينيمايز الليتنسي، وهنعرف يعني ايه كمان شويه الكلام ده. ده هيخلينا او هيخليني ان انا اتطرق او اتكلم عن الاركتكتشر بتاع بالو التو اللي هو من ضمن نقاط القوه فيه، لان في طبعا في ناس كتير جدا بتواجه مشاكل مع فيندرز ثانيه على الرغم ان هم بيكونوا عاملين سايزنج صح، عاملين سايزنج مظبوط، وبتلاقي في بطء في الشبكه بتاعتهم، في بطء في الكونكشنز، في تهييس في البوليسي، في تهييس في اليوزر اي دي. المشكله دي بتكون بسبب سوء ديزاين او سوء اركتكتشر. طبعا بالو التو عالجت القصه دي من خلال الديزاين او الاركتكتشر اللي هي مصممه واسمه سنجل باس بارلل بروسيسنج اركتكتشر، اللي هو تحت منه السنجل باس سوفت وير والبارلل بروسيسنج هاردوير. اوكي، بالنسبه للسنجل باس بارلل بروسيسنج او الاس بي 3، ده بتوفر لي هاي ثروبوت، بتقلل لي الليتنسي في الشبكه بتاعتي، وحلت لي مشاكل البرفورمانس اللي بتواجه السكيورتي انفراستراكشر. انت ممكن يكون عندك جايب مش عارف ايه وجايب ايه وجايب 40 جيت وجايب سوفوس وجايب مش عارف ايه، بس عندك في مشكله في البرفورمانس. تمام، بالو التو حلت القصه دي كلها. حلتها ازاي؟ من خلال الكومباينيشن اللي هي عاملاه ما بين السوفت وير والهارد وير، من خلال التو كومبوننت اللي هي عملته، حاجه اسمها سنجل باس سوفت وير وحاجه اسمها بارلل بروسيسنج هارد وير. طب ايه هو السنجل باس سوفت وير وايه هو البارلل بروسيسنج هارد وير؟ احنا طبعا عارفين ان اي ديفايس بيكون عباره عن سوفت وير وهارد وير، زي طبعا مثلا عفوا زي مثلا الراوتر ده عباره عن سوفت وير وهارد وير، السويتش عباره عن سوفت وير وهارد وير، السيرفر بيكون عباره عن سوفت وير وهارد وير، نفس الكلام الفاير وول عباره عن سوفت وير وهارد وير. طب خلينا نبدا بالهارد وير او بالبارر بروسيسنج هارد وير، اسف. تمام، بالو التو شغاله بطريقه اسمها البارل بروسيسنج هارد وير. تمام، علشان يضمن ان الجزء الخاص بالسوفت وير يقدر يشتغل بسرعه جدا، بالو التو مصممه حاجه او عملت حاجه اسمها الداتا بلان والكنترول بلان. بالو التو لما جت صممت الداتا بلان والكنترول بلان فصلتهم عن بعض، خلت ده جزء ده في جزء وده في جزء تاني خالص. الكنترول بلان لو بصينا على الكنترول بلان هتلاقي ان ليها الهارد ديسك الخاص بيها، هتلاقي ليها الرامات الخاصه بيها، هتلاقي البروسيسور الخاص بيها. تمام، ده بالنسبه للكنترول بلان. الكنترول بلان دي هي المسؤوله عن ان انت لما تيجي تعمل جنريت لريبورت، لما تيجي تعمل اي لوجز بتتسجل على الكنترول بلان، لما بتيجي تعمل كونفيجريشن
كل ده انت بتعمله من خلال الكنترول بلان، يبقى الكونفيجريشن مانجمنت واللوجينج والريبورتنج، تمام؟ ده انت بتعمله من خلال الكنترول بلان، تمام؟ بالنسبه للداتا بلان دي برضو ليها الهاردوير الخاص بيها، ليها الرامات الخاص بيها، ليها السي بي يو الخاص بيها، ومتقسمه لثلاث اجزاء زي ما انت شايفها كده، جزء خاص بالنتوركينج، جزء خاص بالسكيورتي، جزء خاص بالكونتنت، تمام؟ خلينا نمسك اول جزء اللي هو النتوركينج. هنا يقصد بيها النات، لما تيجي تعمل نات، لما تيجي تعمل راوتينج، لما تيجي تعمل لوك اب، لما تيجي تعمل كواليتي اوف سيرفيس. الحاجات دي كلها بتتم على الداتا بلان على الجزء الخاص بالنتوركينج. والنتوركينج هنا ليها الهاردوير المستقل ليها، تمام؟ طب بالنسبه للسكيورتي، هنا يقصد بيها اليوزر اي دي، يقصد بيها الابلكيشن اي دي، يقصد بيها الاس اس ال ديكريبشن، يقصد بيها البوليسي، السكيورتي بوليسي، وده كله طبعا برضو ليه الرامات الخاص بيه، لها السي بي يو الخاص بيها، تمام؟ الكونتنت اي دي هنا يقصد بيها الاي بي اس، يقصد بيها الانتي فايروس، يقصد بيها الانتي سباي وير، يقصد بيها الوايلد فاير. الحاجات دي كلها تندرج تحت الكونتنت اي دي. الكونتنت اي دي يقصد بيها الاي بي اس، الانتي فايروس، الانتي سباي وير، الداتا فلترنج، الحاجات دي كلها تندرج تحت الكونتنت اي دي. والكونتنت اي دي برضو ليها الهاردوير الخاص بيها، ليها الرامات الخاصه ليها، ليها البروسيسور الخاص بيها، تمام؟ ده اللي انا اقصده بحته الفصل اللي هو عملها ما بين الكنترول بلان والداتا بلان. السبريشن اللي هو عمله هنا فادني ان لو حصل فيه هيفي يوتيلايزيشن على واحده فيهم مش هيأثر على الثاني. لو مثلا يعني مثلا الادمنستريتور بيعمل مثلا ران ريبورت كبير جدا وفي نفس الوقت بتعمل دايناميك ابديت للكونتنت اي دي، وفي نفس الوقت مش عارف في بوليسي او مثلا في سكيورتي بروفايل، او انت بتكريت سكيورتي بروفايل وبتعمل جنريت لريبورت وفي ابديت بيحصل، ده كله بيتم من خلال الكنترول بلان، ملوش دعوه باي حاجه خاصه بالداتا بلان. اوكي، ده اللي انا اقصده بالسبريشن او الفصل اللي عملته بلقلته ما بين الكنترول بلان والداتا بلان. اوكي، بالنسبه للجزء الخاص بالسوفت وير، هي شغاله طبعا بحاجه اسمها سنجل باس سوفت وير. السنجل باس سوفت وير ده بيتنفذ على كل باكت، يعني الباكت او كل باكت لما بيجي يعمل لها بروسيس بيطبق عليها او بينفذ عليها النتوركينج فانكشنز، تمام؟ وبعد كده بيبدا يعمل تشيك لليوزر اي دي، بعد كده بيعمل تشيك للابلكيشن اي دي، بعد كده بيعمل تشيك للكونتنت اي دي، بعد كده بيطلعها على البوليسي انجن، تمام؟ ده اللي انا اقصده بجزئيه السنجل باس سوفت وير، تمام؟ كل باكت بيعمل لها بروسيس بيطبق عليها وبينفذ عليها النتوركينج فانكشن، بعد كده بيبدا يطبق عليها اليوزر اي دي، بعد كده بيطبق عليها الابلكيشن اي دي، بعد كده بيطبق عليها الكونتنت اي دي، واخيرا بيطبق عليها البوليسي انجن. اوكي، ده اللي انا كنت اقصده بالاركتكتشر، وده اللي ميز بالو التو عن اي فاير وول تاني، موضوع الاركتكتشر او الديزاين بتاعها، الانترنال ديزاين بتاعها او الانترنال اركتكتشر بتاعها. ظهر بعد كده في نوعين جداد من الفاير وولز، تمام؟ نوع اسمه الداتا سنتر فاير وول، وظهر في نوع تاني اسمه الانترنال سيجمنتيشن فاير وول، تمام؟ خلينا في الاول نتكلم عن الداتا سنتر فاير وول. وارد جدا في بعض الشركات الكبيره يكون الداتا سنتر بتاعها فيزيكال لوكيشن مختلف عن المبنى الاداري او اللوكيشن اللي هو فيه الناس الموظفين. وارد جدا الشركه دي يكون ليها بارتنرز، وارد جدا يكون ليها اتش كيو برانشز، تمام؟ وكمان ممكن يكون عندهم دي ار سايت او ديزاستر ريكفري سايت، تمام؟ او حتى لو كان الداتا سنتر بتاعتك في نفس السايت فيزيكالي اللي فيه موظفين بتوعك، تمام؟ سواء كده او كده. دلوقتي الاند يوزر لما بيجي يعملوا كونكت على الداتا سنتر، سواء مثلا اليوزرز دول موجودين خارج، موجودين في الشارع، موجودين على كافيه، موجودين في البيت، او الموظفين دول موجودين في البرانش اوفيس بتاعك، لما ييجوا مثلا يكونكتوا على الداتا سنتر عشان مثلا يفتحوا ويب سايت موجود هنا، تمام؟ عشان يفتحوا ويب سايت موجود هنا او الويب سايت بتاعهم، ومثلا عايزين يفتحوا الشير بوينت بتاعهم، ومثلا عايزين يفتحوا الايميلات بتاعتهم، تمام؟ فانا محتاج طبعا اعمل بابليشنج للسيرفرات دي كلها، صح ولا غلط؟ محتاج اعمل لها بابليش. فلو انت شغال بالتراديشنال فاير وول
هتقول له اعمل لي بابلش لبورت 443 تمام وبورت 80، اوكي صح ولا غلط؟ علشان اقدر اعمل بابلشنج للاوب، واعمل بابلشنج للاوتو ديسكفر، واقدر اعمل بابلشنج للشير بوينت، واعمل بابلشنج للويب سايت، اوكي؟ فساعتها هتستخدم البورت نمبر في عمليه البابلشنج، تمام؟ مع الداتا سنتر فاير وول لا، انت بتحدد له الابلكيشن اللي انت هتبابلشه، بابلش للاوب بتاع مايكروسوفت، ببلش لي مايكروسوفت اوتو ديسكفر، ببلش لي مايكروسوفت اكتف سينك وهكذا، ببلش لي الشير بوينت، ببلش لي مثلا الساب، ببلش لي الويب سايت الفلاني. فانت بتحدد له ابلكيشنز مش بتحدد له بورت نمبر. نفترض ان الاند يوزر دول مثلا هيخرجوا انترنت، او الاند يوزر دول مثلا ما موجودين في فيزيكال لوكيشن تاني غير الداتا سنتر، ومحتاجين ان هم يكونكتوا على الداتا سنتر، وعايزين يفتحوا مثلا البورت ده والبورت ده 4483. ايه اللي هيضمنني، ايه اللي هيضمن لي ان هم يفتحوا ليجيتيميتد ابلكيشن اوفر البورتس دي؟ ايه اللي هيضمنني؟ مفيش اي حاجه تضمن لي. فانا لازم ساعتها احدد له ابلكيشنز. معلش الصوت ده يا جماعه. مدير اوكي. فانا ايه اللي يضمنني ان هم يفتحوا legitimate application تمام over البورتس ديت؟ تمام. انا ممكن يجي لي malicious user ويستخدم الترافيك المفتوح ده ويثبت لي بيت تورنت على السيرفرات عندي، ويبدا ان هو يعمل ابلود او داونلود للمالويرز. تمام. مع الداتا سنتر فاير وول هتقدر هنقدر ان احنا نراقب الترافيك اللي جاي لنا كله، هتراقب كل الترافيك اللي جاي لك تمام، وهتتاكد من الابلكيشنز اللي انت فاتحها ولا لا، اللي احنا محددينها ولا لا، وعشان نتاكد ان مفيش مالوير او اي محاوله اتاك بتحصل عليك. تمام. مثلا في تانل ما بين البرانش والاتش كيو، مثلا في تانل ما بين البرانش ده والاتش كيو، انت هو عامل تانل، عامل في بي ان تمام، محتاج احدد لهم ترافيك معين، مش هينفع من غير الابلكيشن تمام، او مش هينفع من غير ما يكون عندك فاير وول فاهم ابلكيشن، او مش هينفع مع التراديشنال فاير وولز تمام. لو عايز تحدد له ابلكيشنز معينه يفتحها، مش هينفع مع تراديشنال فاير وولز، مش هينفع مع الليجاسي فاير وولز تمام. لما يكون عندك مثلا دي ار سايت، في دي ار سايت اهو تمام، لما يكون عندك دي ار سايت تمام، فانت في مثلا في ريبليكيشن وسنكرونايزيشن، فلازم تحدد له ابلكيشنز، ما ينفعش تفتحها اني، ما ينفعش، كارثه تمام. لو مثلا عندك اي تي، في اي تي هيكونكت، اي تي هيكونكت على الاتش كيو ده تمام، وهتفتح له مثلا ار دي بي و اس اس اتش داخل التانل دي، يعني انت بتفتحه جوه التانل دي، فانت لازم تحدد له الابلكيشن بتاع الار دي بي، تحدد له الابلكيشن بتاع الاس اس اتش من داخل التانل، ما ينفعش تسيبها له مفتوحه، لازم يكون عندك فيزابيلتي، لازم يكون عندك، لازم تكون فيزابل بالنسبه ليك، اي ابلكيشن بتفتحه او اي ترافيك بيعدي من خلال الشبكه بتاعتك لازم يكون فيزابل بالنسبه ليك. وبالتالي خلاصه الكلام اللي انا عايز اقوله ان الداتا سنتر، ان لو الداتا سنتر بتاعتك داخل السايت بتاعك او في سايت تاني، فلازم يكون عندك فاير وول ما بين الاند يوزرز وما بين السيرفرز بتاعتك. ده دلوقتي الفاير وول بقى يتحط ما بين السيرفرز وبعض، مثلا لو في سيرفر هنا مثلا شير بوينت، وفي سيرفرز هنا مثلا اكتف دايركتري، فعايزين يكلموا بعض، في هنا فاير وول، مثلا في تشينج سيرفر، مثلا مش عارف في داتابيس سيرفر، لو هيكلموا بعض في فاير وولز تمام. فده خلاصه الكلام اللي انا عايز اقوله، لازم يكون عندك داتا سنتر فاير وول. من الاخر، اليو تي ام فاير وول او التراديشنال فاير وول مش هيقدر يامن لك الداتا سنتر بتاعتك، لان احنا عارفين او احنا محتاجين عايزين فاير وول عندنا يقدر يتعرف على الترافيك ويقدر يميز الابلكيشنز تمام. طبعا بنحط حاله القصه دي، حاله المشكله دي، من خلال ان احنا بيكون عندنا القدره ان احنا نحدد الابلكيشنز اللي هتدخل وتخرج من الداتا سنتر بتاعتنا، وهنقدر نعمل كمان ليها مونيتور، هتقدر تعمل لها مونيتورنج لو فيها اي نوع من انواع الثريتس، او من نوع من انواع الاتاك، او من نوع من انواع المالوير، هتقدر ان انت تعرفها، تتعرف عليها، وهتقدر تستخدم حاجه اسمها الوايلد فاير عشان تقدر تعمل تشيك على كل الزيرو دي مالوير تمام، علشان نحمي الداتا سنتر بتاعتنا، نحميها من اي مليشيس اتاك، او من اي مليشيس ترافيك، او من اي دينجرس ترافيك، او اي محاوله من محاولات الاتاك تمام. النوع الثاني من فاير وولز اللي ظهر عندنا مؤخرا على الساحه اسمه الانترنال سيجمنتيشن فاير وول. انا السلايد دي جايبها من فورتي جيت تمام.
ان المفهوم ده مش موجود عند بالو التو، ان بالو التو شغاله ببساطه شغاله الانترنال سيجمنتيشن فاير وول اللي هي بتقول عليها فورتي جيت، وشغاله داتا سنتر فاير وول. لا في فورتي جيت الموضوع مختلف، بتقول لك ان الداتا سنتر فاير وول ده بيتحط على الايدج، او النكست جنريشن فاير وول بيتحط على الايدج، وانترنالي ما بين جوه الداتا سنتر بتاعتي بحط حاجه اسمها الانترنال سيجمنتيشن فاير وول. تمام، الانترنال سيجمنتيشن فاير وول ده باختصار شديد ده اللي جوه الداتا سنتر، ده اللي جوه الداتا سنتر بيتحط ما بين بتوين ديفرنت فيلانز. لو عندك مثلا السيرفر زون والدي ام زي والاي تي والاتش ار، وفي سيرفر في زون خاصه بالشير بوينت، وفي زون خاصه بالسيكوال، وفي زون خاصه مثلا بالاكتف دايركتري، فهو بيتحط بتوين الزونز. ده اللي يقصد بيه الانترنال سيجمنتيشن فاير وول. زي ما قلت لك من شويه ان دلوقتي مؤخرا نزل مفهوم ان انا لازم يكون عندي فاير وول جوه الشبكه وخارج الشبكه. جوه الشبكه اللي هو المفروض اسمه انترنال سيجمنتيشن فاير وول، وبتحط ما بين الزونز، بتحط مثلا على الزون الخاصه مثلا للايميل سيرفرز، وعندي فاير وول محطوط على الزون الخاصه مثلا بالسيكوال. فلو في مثلا كلام ما بين الاثنين زونز دول، لازم الكلام ده او الترافيك ده يعدي على فاير وول. تمام، مثلا عندي زون خاصه بالاوراكل، عندي زون خاصه بالساب، عندي زون مش عارف خاصه بايه، فاي ترافيك هيعدي او هيمر ما بين زون وزون جوه الشبكه بتاعتي، او مثلا في انواع معينه من السيرفرات هتكلم انواع تانية من السيرفرات، لازم الترافيك ده يعدي على فاير وول. تمام كده يا رجاله؟ بالو التو بتقدر تشتغل الجزئيتين دول، سواء كان نيكست جنريشن فاير وول او داتا سنتر فاير وول او انترنال سيجمنتيشن فاير وول. وده سبب قوتها في جزئيه، ده طبعا بسبب قوتها ان هي قويه جدا في موضوع الفيزابيلتي، قويه جدا في موضوع الثريت بريفنشن، قويه جدا في موضوع الاركتكتشر، او الاركتكتشر بتاعها قوي جدا. تمام، في اي حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ سامعين كويس؟ مهندس باش مهندس اتفضل. يعطيك العافيه. ايه باش مهندس، هسه الانترنال سيجمنتيشن فاير وول يعني هاي بتكون بين الفيلانز، يعني بالظبط بيكون جوه الداتا سنتر بتاعتك، يعني داخل يعني نتورك لان، يعني بالظبط الانترنال سيجمنتيشن فاير وول عندك دي الداتا سنتر بتاعتك. تمام، دي الداتا سنتر بتاعتك اهي. تمام، فعندك شويه هنا سيرفرات مثلا اوراكل، تمام، اوكي محطوطين في فيلان، وعندك شويه سيرفرات مثلا اكتف دايركتري محطوطين في فيلان، وعندك شويه سيرفرات مثلا سيكوال محطوطين في فيلان، وعندك شويه سيرفرات ميل سيرفر محطوطين في فيلان، وشويه سيرفرات مثلا اكشينج او ميل محطوطين في فيلان. فلو في اي ترافيك هيمر من فيلان لفيلان، لازم يعدي على ايه؟ على الانترنال سيجمنتيشن فاير وول. تمام، المفهوم ده اللي اخترعته، بس عشان تبقوا عارفين، المفهوم ده اللي اخترعته فورتينيت هي اللي بتقول الكلمه دي. تمام، بالو التو بتشتغله. تمام، انت عشان تعمل الجزئيه دي الانترنال سيجمنتيشن لازم تكون فاهم ابلكيشن، لازم تكون فاهم ابلكيشن. وطبعا المعلم والتوب واكتر حد فاهم في القصه دي هي بالو التو. تمام، فورتينيت بتقول لك انا عندي داتا سنتر فاير وول اللي هو النكست جنريشن فاير وول، ده بحطه على الايدج، ما ينفعش يتحط جوه. لكن الانترنال سيجمنتيشن ده فاير وول تاني، عشان يفهم ابلكيشن، عشان يكون جوه بتوين الفيلانز. يعني الباكت بتتفرغ على الفاير وول، بعدين بتروح على بالظبط كده، بالظبط كده. لو في مثلا دي زون هتكلم زون تانية، او دي فيلان هتكلم فيلان تانية، هيكلموا بعض من خلال الفاير وولز زي ما انت شايف كده. هذا بالإج للبي سيز. وبالظبط لو عندك مثلا عندك في فيلان خاصه بالاي تي، وفي فيلان خاصه بالاتش ار، وفي فيلان خاصه بالتوب مانجمنت، وفيلان خاصه بالسيلز، عشان اي فيلان من دي تكلم اي نوع من انواع السيرفرز دي، او اي نوع من انواع الزونز دي، او السيرفر زون عامه، لازم تعدي على ايه؟ على الفاير وول. لازم تعدي على الفاير وول، لازم يعدي على الفاير وول. ولو في مفروض لو في فيلان هتكلم فيلان، مثلا اتش ار هيكلم الاي تي، لازم يعدي من على فاير وول. ده مفهوم الانترنال سيجمنتيشن فاير وول او الداتا سنتر فاير وول. اوكي، اوكي اوكي في اي حد عنده اي سؤال تاني يا جماعه؟ مهندس، بالنسبه لو انا عندي داتا سنتر فاير وول، اتفضل. لازم يكون عندي مثلا في الهيد اوفيس وفي البرانش؟
يعني ما طبعا ولا في الهيد اوفيس بس؟ لا لا طبعا لازم يكون عندك في... ما انت بص هقول لك على حاجه، انت دلوقتي عندك مثلا دي الداتا سنتر بتاعتك او ده الاتش كيو تمام، وفي مثلا فيها سيرفرات او فيها في السيرفرات وفيها يوزرز، وعندك لوكيشن تاني فيزيكال لوكيشن تاني مثلا برانش مثلا 1 تمام. انت دلوقتي عشان اليوزرز اللي هنا عشان يكلم اليوزرز اللي هنا او يكلم السيرفرات اللي هنا لازم يكون عندك فاير وول عشان تبدا تفلتر الترافيك اللي خارج من عندك ويروح للاتش كيو اللي هو عنده فاير وول، تبتدي برضو يفلتر الترافيك تمام. طب نفترض انا شغال ريموت اكسس في بي ان يوزر هنا في الشارع، ما مش هتجيب له فاير وول، بس انت بيكونكت على الداتا سنتر بتاعتك من خلال في بي ان، من خلال تانل معموله هنا تمام، والتانل دي محدد له فيها ابلكيشنز معينه، مثلا افتح اكتف دايركتوري، افتح شير بوينت، افتح مثلا مش عارف ايه، افتح ايه تمام، وبتحدد له الابلكيشنز دي. لما يجي يخش عندك بتفلتره بقى على اكتر من مالتي لاير من السكيورتي، انتي فيروس وانتي سباي وير واي بي اس ومش عارف ايه وايه الحاجات دي كلها تمام كده. لا الحين انا عندي برانش، عندي جيت واي فاير وول ومسوي بينهم في بي ان، يعني لما هذا لازم يكون بالبرانش في فاير وول، بس جيت واي فاير وول، بس انا اكلمك على الداتا سنتر فاير وول. داتا سنتر فاير وول لازم يكون فيها فاير وول طبعا، لازم يكون فيها فاير وول يعني في البرانش وفي الهيد اوفيس. طبعا طبعا اي مكان فيه يوزرز وفي سيرفرات لازم تحط لهم فاير وول. طب نفترض ان انا اللوكيشن ده صغير، اللوكيشن ده صغير مثلا في 10 يوزرز ومش هجيب لهم فاير وول عادي، ما تجيب لهمش فاير وول، بس لازم يكون الداتا سنتر فيها فاير وول. ممكن يكون عندك لوكيشن صغير فيزيكال لوكيشن صغير فيه مثلا 10 يوزرز تمام، مش هجيب لهم فاير وولز خلاص، هتخرجهم عادي انترنت عادي، بس لما يجوا يفتحوا اي سيرفر عندي او اي كونكت على اي ملف او يكونكت على الداتا سنتر بتاعتي لازم يعدوا من خلال الفاير وول بتاعي عشان اقدر ان انا اعمل لهم فلتر للترافيك بتاعهم تمام كده. طب شونس لما لو انا حبيت ان انا اربط بين الفروع، لو حبيت ايه دلوقتي انا اربط بين الفروع مثلا بالاي بي في بين تمام، دلوقتي بالنسبه لي كده انا رابط بورت، ازاي في بالو التو هيعرف ان ده بورت؟ ازاي بالو التو هيعرف ايه ان ده بورت؟ يعني احنا مثلا انا هربط عن طريق البورتات نفسها عادي. انت بص انت يعني هي حته انا اقصد بالابلكيشن والبورت هنا، مثلا انت عايز مثلا ده فرع وده فرع صح كده بالظبط، هتربطهم في بي ان ببعض تمام. تمام انت بتيجي هنا على الفاير وول بوليس اللي بتسمح للريموت سايت ده مثلا برانش واحد ده تمام بيس. وده الاتش كيو، الكلام ده هناخده بالتفصيل الممل على فكره في الكورس تمام. انت دلوقتي في هنا في البرانش عايز يكونكت على الاتش كيو، فانت عامل تانل، عامل في بي ان سايت تو سايت في بي ان تمام، اس اس ال مثلا في بي ان او اي بي سيك في بي ان على حسب ما انت عامل تمام. فانت عامل سكيور تانل، المفروض التانل دي متامنه تمام، انت مش هتعتمد على التامين ده. نفترض ان في هنا انفكتد يوزر، في يوزر عنده مالوير تمام، مش وارد ان المالوير ده يخش من البرانش يروح للاتش كيو تمام، وارد، فانا لازم احدد له ابلكيشنز معينه. فالمالوير ده لو حاب يعمل حاجه معينه انت مش سامحها له تمام، مش هيقدر يعملها، ان انت محدد له ترافيك معين، ابلكيشن معين، خش اعمل كذا واعمل كذا. فلو اصل قصه يا جماعه عشان بس تبقوا عارفين البورت نمبر، انت ما تكون فاتح بورت مثلا 443، انت ال 443 ده ممكن تعمل من خلاله 5000 الف حاجه، ممكن تعمل مليون حاجه بال 443 دي، انت بتفتح له بوابه. لكن اللي ورا 443 ايه بقى، هتعمل ايه بالظبط؟ فهي دي حته الابلكيشن، ان انت بتقول له اعمل كذا. فوالله لو جالي بورت 443 بس الابلكيشن اللي انت محدده غير الابلكيشن اللي هو موجود في الترافيك هيعمل له دنال، هيعمل له دروب تمام. ولو لقى ان فعلا الابلكيشن ده هو اللي انت سامح له بيه ان هو يقدر يكونكت بيه على الفرع، ابتدي بقى اعمل له بقى سكان، اعمل سكان لكل حاجه بالانتي فايروس والانتي سباي وير، ولو في اي بي اس، لو في داتا فلترنج، لو في وايلد فاير، اعمل سكان لكل حاجه اوكي. أوكي. وصلت كده؟ يعني المهندس انت يعني بالنهايه جبت الكلام انت يعني حكيت، انا بحدد حسب الابلكيشن نمبر، حسب الابلكيشن حسب الابلكيشن اللي بدي اياها. لما نحط البورت، لما نحط البورت نمبر انا بجوز احط افتح لي اكثر من موقع، بس لما احدد لي ابلكيشن خلاص انا بتقيد بشيء واحد بالضبط. صح كده، صح كده. اصل انت ممكن تفتح له 443 لو هنتكلم مثلا يوزر
عايز يخرج على الانترنت 4 4 3 4 4 3 دي هتفتح لك ايه؟ هتفتح لك اي سايت في الدنيا، ما كل السايتات شغاله 4 4 3 تمام. لكن لما تقول له افتح لي فيسبوك، تمام، افتح لي فيسبوك تمام، فهو هيشوف الترافيك بتاع الشخص ده، هل هو ترافيك فيسبوك ولا لا. مش هيبص على بورت نمبر، بورت نمبر ده انت بتحدده، بتقول له اشتغل لي بالديفولت بورت نمبر تمام. فانت لو فاتح له 4 4 3 بالليجاسي او بالتراديشنال فاير وول هيفتح له كل السايتات، صح ولا غلط؟ فانت بتقول له افتح لي الفيسبوك، افتح لي اليوتيوب، فلو جاله ترافيك في فيسبوك هيعديه، لو في جاله ترافيك 4 4 3 بس يوتيوب مش هيعديه، لو جالي ترافيك مثلا في الجول او يلا كوره او تويتر على 4 4 3 مش هيعديه. ليه؟ ان هو بص للترافيك، لقى ده ترافيك فيسبوك، ده لقى ترافيك شيربوينت، ده لقى ترافيك يوتيوب، ده لقى ترافيك مثلا تويتر. وصلت كده يا رجاله؟ الكلام ده هنتكلم فيه ان ديتيلز، هنتكلم فيه ان ديبس في الكورس. طيب مهندس ده سؤال، هاي الخاصيه بس اليونيك يا بالو اولتو ولا كمان البراند فورتينيتو؟ اقوى اقوى حد عنده القصه دي واللي اخترع القصه دي اساسا بالو اولتو، هي اخترعت قصه الابلكيشن. الابلكيشن، مفهوم الابلكيشن يا جماعه في بالو اولتو مختلف عن اي ابلكيشن في اي فاير وول تاني. انت اي فاير وول تاني تقول له مثلا ابلكيشن الفيسبوك على الموبايلات، ابلكيشن واتساب، لكن لا بالو اولتو بتقول لك انا بصنف اي ترافيك في الدنيا بابلكيشن. الترافيك اي ترافيك دي ان اس بصنف له ابلكيشن دي ان اس، مش 53 تمام. البراوزنج بصنف له ابلكيشن، الفيسبوك بصنف له ابلكيشن، الشير بوينت بصنف له ابلكيشن، الساب بصنف له ابلكيشن، الكيربروس بصنف له ابلكيشن، ال ده بصنف له ابلكيشن، الاوثنتيكيشن، اي حاجه اي حاجه اي حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش ليها ابلكيشن. بيقول لك ان اي ترافيك في الدنيا ليه ابلكيشن، ليه اسم، ليه سيجنتشر بقدر انا اعرفها. مفيش حد بيعرف يعملها زي بالو اولتو، مفيش حد بيعرف يعملها زي بالو اولتو تمام. بالو اولتو هي اللي اخترعت القصه دي اساسا. لما تخش على السايت بتاع بالو اولتو بتقول لك ان، بيقول لك ايه، احنا اللي اخترعنا الابلكيشن كنترول، الابلكيشن اي دي، محدش بيعرف يعمله زينا. وده فعلا ده حقيقي، مش بس تعرفوا ان بالو اولتو لا، في حته تانية خالص. مش مهندس كيف بالو اولتو كنترول على الموبايل؟ في ايه؟ يعني بدك تتحكم بالموبايل، تتحكم بالجوالات؟ باي حاجه يا باشا. طبعا طالما ان هو جوه الشبكه خلاص بتتحكم باي حاجه، لانه بعضه يقول لك بعض الفايروال بما انه الموبايل مش مضاف على الدومين كنترولر. لا لا، ما في حاجه، لا 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 لا، هتتحكم باي حاجه. الكلام ده ناخده بالتفصيل يا جماعه، هتتحكم في اي حاجه طالما هو جوه الشبكه بتاعتك، هتتحكم باي حاجه. انت انا ممكن انا بكونكت مثلا بجلوبال بروتكت بالفي بي ان اللي هو الايجنت بتاع بالو اولتو على بالو اولتو بتاعي تمام. وانس ان انا عملت كونكت خلاص، اي البوليسي اللي مطبقها جوه الشبكه بتاعتي بتطبق عليا، وبيعمل سكان لكل حاجه وبيطبق عليا كل حاجه تمام. طالما انت ديفايس جوه النتورك بتاعتك او الترافيك بتاعك بقى جوه الشبكه بتاعتك، خلاص بتطبق عليه البوليسي اللي انت محددها له تمام كده. هيكون في حاجه فيرتشوال فونتس يعني نقدر نطبق عليها؟ بص انا هطبق على فيرتشوال ماشين، هبعت لكم فيرتشوال ماشين تشتغلوا بيها، بس انا الفيرتشوال ماشين بتاعتي بلايسنس، انا يعني هقدر اطبق كل حاجه. انت في حاجات مش هتعرف تطبقها، بس انت الحاجات البيزكس، الحاجات اللي هي الاساسيات هتقدر تطبقها. لكن مثلا حاجه زي مثلا ان انت تعمل مونيتورنج على الترافيك مش هتقدر تشوفه، انا هقدر اشوفه. انا يعني انا هوريه لك في الفيديو في الكورس هتشوفه. مثلا لما تيجي مثلا تنزل انتي فيروس، تنزل فيروس، تنزل مالوير، مثلا تنزل مثلا حاجه زيرو داي اللي هي الكونتنت اي دي او ستريب ريفنجر، مش هتطبق عندك، هتطبق عندي. في حاجات كتير مش هتطبق عندك بس هتطبق عندي، انت هتشوفها في الكورس، هطبقها لك، هتشوفها بعينك تمام. انت هتقدر، في حاجات هتقدر تعملها وفي حاجات مش هتقدر تعملها للاسف، عشان بس المكنه بتاعتك ترايل ما فيهاش لايسنس، فطبيعي مش هتقدر. هي اسعار الهاردوير كام بقى؟ ايه اسعار الهاردوير كام بالاول؟ لا هو بص، الاسعار غاليه يعني، دي اسعار دي غاليه، ممكن تسال ليها، تسال فيها بارتنر يعني، اسعار غاليه. بالالتو من اغلى الفاير وولز اللي موجوده حاليا في الساحه تمام. اغلى فاير وول. اوكي تمام كده، نكمل ولا ايه؟ نكمل. حد عنده اسئله تاني؟ شكرا تمام. بس اوكي يلا نكمل. خلينا بقى نتكلم عن تاريخ شركه بالالتو.
تمام. شركه بالو التو دي شركه يعتبر او مش يعتبر، هي شركه تقدر تقول عليها امريكان مالتي ناشونال سايبر سيكيورتي كومباني. تمام، دي شركه مالتي ناشونال متخصصه في السايبر سيكيورتي. الاتش كيو بتاعها موجود في سانتا كلارا في كاليفورنيا. تمام، بالو التو دي تاسست سنه 2005 على ايد او من قبل الاسرائيلي، للاسف الاسرائيلي الامريكي نيرزج. نيرزج هو اللي مؤسس شركه بالو التو. نيرزج ده كان مهندس في تشيك بوينت ونت سكرين. نيرزج ده كان البرنسبل ديفلوبر او المطور الرئيسي لاول ستيتفول انسبكشن فاير وول واول انتروجن بريفنشن سيستم. بالو التو سنه 2007 اصدرت اول برودكت ليها اللي هو كان اسمه الادفانسد انتربرايز فاير وول، وصفته ان هو ده النيكست جينيريشن فاير وول. بدايه من 2011 بدات طبعا جارتنر تصنف او تدرج بالو التو نتوركس كليدر في الانتربرايز فاير وول ماجيك كودرانت. تمام، او في الرباعيه السحريه اللي هي بتعملها جارتنر. مش عارفين انتوا تسمعوا عن شركه جارتنر ولا لا، تبقى عامله كده حاجه، عامله لك جدول كده متقسم لاربع خانات بتقول لك الليدر ومش عارف والايه والايه والكلام ده كله. فبالو التو متصنفه از ليدر في شركه جارتنر. الكلام ده من سنه 2011. اوكي، 2014 بالو التو انشات تحالف مع حاجه اسمها سايبر ثريت، في تحالف كان اسمه ساعتها سايبر ثريت، مش فاكر كان اسمه ايه، مش متذكره قوي، بس كان اسمه سايبر ثريت حاجه. التحالف ده كان ما بين شركه فورتينيت وشركه مكافي وشركه سيمانتك. التحالف ده او المنظمه دي كانت طبعا غير هدفها للربح، وكان هدفها انها تحسن وتطور السايبر سيكيورتي. التحالف ده يا جماعه كان هدفه انه يكون في تعاون ما بين السايبر سيكيورتي اورجانيزيشن اللي هي طبعا بالو التو ومكافي وسيمانتك وفورتينيت، يبقى في ما بينهم تحالف، في ما بينهم شير للنولج، في ما بينهم شير للمعلومات. تمام، في تعاون في جزئيه السايبر سيكيورتي من خلال ان هم بيقدروا ان هم اي حد يكتشف اي حاجه جديده يعمل لها شير مع الناس الثانيه. اوكي، في 2018 انضم 20 عضو جديد للمنظمه ديت، من اهمهم ومن ضمنهم شركه سيسكو وشركه تشيك بوينت وشركه جينبر وشركه سوفوس وناس تانية كتير، بس دول كان اهم حد انضم للمنظمه دي او للتحالف ده. تمام، سيسكو وتشيك بوينت وجينبر وسوفوس. تمام، الشركه طبعا اتوسعت على مر السنين وبقت بتقدم سوليوشنز تانية كتير. تمام، زي ال ثواني، زي اهم حاجه طبعا بتقدمها الفاير وولز. تمام، وبتقدم لنا سواء الفاير وول ده كان هاردوير او فيرجواليزيشن، وعندها حاجه اسمها البانوراما وهنعرف يعني ايه المانجمنت بانوراما، والوايلد فاير بلاتفورم وترابس. تمام، فالشركه يعني بدل ما هي كانت شغاله في جزئيه الفاير وولز بس، لا ده بقت تشتغل في الترابس الاند بوينت، الادفانسد اند بوينت بروتكشن، الوايلد فاير بلاتفورم اللي هو الساند بوكس، المانجمنت او البانوراما، وحاجه واخر حاجه طبعا او اهم حاجه او اول حاجه الفاير وول نفسه. تمام، دول الاربع برودكت او الخمسه برودكت اللي بالو التو شغال عليهم. تمام، النكست جينيريشن فاير وول بلاتفورم، الفيزيكال، الابلاينس، والفيرجوالايز الفاير وول اللي هو اللي بيشتغل على الهايبرفايزر. تمام، والمانجمنت بانوراما ده اللي انت بتمانج بيه لو عندك اكتر من فاير وول، والوايلد فاير بلاتفورم ده الساند بوكس، والترابس او الادفانسد اند بوينت بروتكشن. تمام، خلينا نمسك اول جزئيه معانا اللي هي النكست جينيريشن فاير وول او البلاتفورمز بتاعه الفاير وول. تمام، خلينا بس ارجع لكم حاجه في حاجه بس بسيطه هنا. زي ما انا قلت لكم من شويه ان هي عندها البرودكتس دي بس. تمام، الخمسه برودكت دول. انا طبعا اتمنى ان بالو التو تصنع حاجات تانية او تنتج حاجات تانية، زي مثلا الميل جيت واي والواف والحاجات دي، اعتقد ان هي تكون من ضمن البرودكت القويه جدا واللي هتنافس جدا في السوق. تمام، على عكس مثلا انت لو عارفين طبعا شركه فورتينيت كلنا طبعا عارفينها، عندها مثلا ولا 100 برودكت. يعني هتلاقي عندها عندي بتقول لك انا عندي اليو تي ام
وعندي النكست جنريشن فاير وول وعندي الانترنال سيجمنتيشن فاير وول وعندي الواف وعندي الفورتي ميل وعندي الفورتي انالايزر وعندي الفورتي مانجر وعندي الفورتي واي فاي وعندي الفورتي ساند بوكس والفورتي دي دوس والفورتي داتابيز والفورتي فويس والفورتي سويتش والفورتي راوتر، حاجات كتير جدا. تمام، لا بل قلت هي شغاله في الاربعه دول بس، وتقدر تقول ثلاثه يعني الاثنين دول فاير وولز، ده البانوراما وده الوايلد فاير وده الترابس، ثلاث حاجات. اوكي، خلينا نتكلم عن اول حاجه عندنا اللي هي النيكست جنريشن فاير وول بلاتفورمز او الابلاينسز بتاعه بالو التو. تمام، بالو التو عندها سيريس مختلفه بتناسب كل الشركات او كل الانفايرمنتس. تمام، سواء طبعا لو كانت سمول بزنس او ميديوم سايز بزنس او انتربرايز كبيره ضخمه او داتا سنتر يعني كبيره. اوكي، السيريس بتاعتها بتبدا من 7000 وبتنتهي بالبي اي 220. تمام، ده اللي انا عملت له انبوكسنج. حد شاف الانبوكسنج بتاع الـ بتاع البي اي 220؟ شكل حد شافه. انت معايا ولا ايه؟ والله يا مهندس ما شفناه. بس ما شفناه. تمام، ماشي ماشي، بس بطمن عليكم. تمام. كنت بقول ايه؟ تمام، ده بالنسبه للابلاينسز او البلاتفورمز بتاعه بالو التو. خلينا بقى نتكلم عن جزئيه الفيرجواليزيشن او البلاتفورم اللي هي قايمه على الهايبرفايزر. تمام، هي عندها برضو اكتر من كاتيجوري. تمام، عندها، خلينا بس مبدئيا نقول ان الهايبرفايزر او الفيرجواليزيشن فاير وول عندها نوعين، حاجه خاصه بالبابليك كلاود وحاجه خاصه، ده البابليك كلاود، وحاجه خاصه بالبرايفت كلاود. البابليك كلاود اقصد بيها اللي هي مثلا زي امازون، زي ايجر، زي سيتريكس، اسف، زي امازون، زي ايجر، زي جوجل. معلش يا باشمهندس، بالنسبه للسلايد اللي فاتت، ايه البارامتر اللي اقيس عليه الانسب بلاتفورم بالنسبه لي؟ هو لا، شفت بقى، شو قلت لكم لو تصبروا والله العظيم هجاوب على كل حاجه، اديني فرصتي وهجاوب لك على اللي انت عايزه. انت عايز تعرف ازاي تعمل سايزنج، صح كده؟ انا بالنسبه لي في شركتي عايز اشوف ايه البارامتر بالظبط، ايه انسب حاجه ليا. هرد عليك، مش دلوقتي، هرد عليك بس مش دلوقتي، خلاص استنوا كده، اصبروا بس عليا. تمام، فبالو التو عندها نوعين من الهايبرفايزرز او من الفيرجواليزيشنز فاير وول اللي تقدر تشتغل بيها على حاجه اسمها البابليك كلاود وحاجه اسمها البرايفت كلاود. تمام، خلينا نتكلم في الاول عن برايفت كلاود. البرايفت كلاود انا اقصد بيها هنا مثلا زي الاي اس اكس اي بتاع في ام وير. اي اس اكس اي، شايفين الكلام؟ ها، زي تمام، زي الهايبر في بتاع مايكروسوفت، زي مثلا سيتريكس، الحاجات دي كلها تندرج تحت البرايفت كلاود. بالنسبه للبابليك كلاود انا اقصد بيها ان انت ممكن تشتري مكنه، تشتري في ام 100 وتشغلها على امازون، تشغلها على ويندوز ايجر، تشغلها مثلا على جوجل. تمام، ده بالنسبه للبابليك والبرايفت كلاود. طب خلينا بقى نتكلم ان ديتيلز شويه عن البرايفت كلاود. في البرايفت كلاود هي عندها اكتر من مكنه، عندها اكتر من سيريس، عندها اكتر من في ام سيريس، تبدا من الفي ام 50 وتنتهي بالفي ام 700. تمام، لو هنتكلم، حد هيسالني مثلا يقول لي ايه الفرق ما بين الفي ام والابلاينس، او ايه الفرق ما بين اكبر اصغر في ام 100 واكبر في ام 100 واكبر واصغر مثلا ابلاينس واكبر ابلاينس، او ايه الفرق ما بين الفيزيكال الابلاينس والفي ام؟ هقول لك مفيش اي فرق، الفروقات بتكون بسيطه جدا، الفروقات بتكون بسيطه جدا، لكن كفرق ما بين فيتشرز موجوده في الفي ام والابلاينس من اصغر فئه لاكبر فئه مفيش اي فرق يعتبر، يعني تقدر تقول مفيش اي فرق. تمام، بس هو في فروقات بس بسيطه وهتكلم عنها، ولكن الكونسول نفس الكونسول، نفس الفيتشرز، نفس كل حاجه. ممكن مثلا في حاجات مثلا صغيره، ابلاينسز صغيره ما فيهاش مثلا البورت بتاع الاتش اي الهاي افيلابيلتي، مش موجوده مثلا في سيريس وموجوده في سيريس ثانيه. مثلا الاجريجيشن مثلا في الفي ام، مفيش حاجه اسمها اجريجيشن في الفي ام. تمام، الفروقات بس بتكون، الفروقات اللي بتكون ما بين في ام 100 وفي ام 100 ثانيه او ابلاينس وابلاينس ثاني، بيكون في الكونفيجريشن،
الفروقات بتكون في الكونفيجريشن، يعني مثلا في الرامات، في الرام تمام، مثلا في الهارد ديسك الفروقات مثلا بتكون مثلا كمان في البروسيسور، في الباور سبلاي، مثلا في النمبر اوف انترفيسز تمام، عدد الانترفيسز الموجوده مثلا في الابلاينس او في الفيرتشوال ماشين. ده غير طبعا الفاير وول ثروبوت، غير طبعا الثريت بريفنجن ثروبوت، ده غير طبعا الفي بي ان ثروبوت، ده غير طبعا الماكسيمم سيشن. الحاجات دي كلها بتختلف من 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 فيرجن لفيرجن، ومن مكنه لمكنه، ومن في ام اي لفي ام اي تمام. خليني برضو افتح لك السبيك شيت، خليني افتح لكم السبيك شيت بتاعه بالالتون، شايفينها؟ اعتقد ان انتم مش شايفينها صح؟ لا لا شايفينه. لا لا تمام شايفين السبيك شيت دي؟ اه تمام تمام. دي السبيك شيت او البرودكت سامري بتاع بالو الترا تمام. دي هتفيدك في عمليه السايزنج، لما تيجي تعمل سايزنج من خلالها هتختار انسب حاجه ليك. وده خلينا نتطرق او نتكلم عن موضوع السايزنج والبي اف سي تمام. يعني ايه في البدايه يعني ايه سايزنج؟ سايزنج دي خليني اديك مثال بسيط. تخيل مثلا انت رايح تشتري قميص، او مثلا انت رايح تشتري جاكيت، او مثلا خلينا نقول رايح تشتري عربيه تمام. فلما بتيجي تروح تشتري عربيه، في المقام الاول بتبص على البادجت بتاعك، بتشوف البادجت بتاعك يشتري اي نوع من انواع العربيات صح كده. بعد كده بتشوف العربيه دي مثلا اقتصاديه ولا لا، بتشوف قطع الغيار بتاعه العربيه ديت، بتشوف مثلا الوكلاء بتوع العربيه ديت، الوكيل او البارتنر او المركز الصيانه، في مراكز صيانه متوفره ولا لا، بتشوف العربيه دي هل هتكفي العيله بتاعتك ولا لا. مثلا انا العيله بتاعتي مثلا 6 انفار او 6 افراد، هل العربيه دي هتكفينا ولا لا. بتشوف مثلا السيفتي بتاع العربيه تمام. فانت بتراعي اكتر من حاجه او اكتر من عامل قبل ما تشتري العربيه بتاعتك تمام. نفس الكلام في الفاير وولز، لما بتيجي تشتري فاير وول في الاول بتحدد البادجت بتاعتك، بتشوف الخيارات المتاحه معاك، ولو البادجت مفتوحه طبعا ده بيكون شيء عظيم جدا وشيء مفيد مهم جدا او شيء كويس جدا. فانت في البدايه بتشوف مثلا وكيل او بارتنر مثلا لبالو التو، بتقول له انا عايز بالو التو، فيقول لك هنعمل بي او سي تمام. بي او سي اللي هو بروف اوف كونسبت، ان انت بتستت الحاجه دي عندك تمام. فهتلاقيه بيسالك شويه اسئله من خلالها هيقدر يحدد ويشوف الابلكيشن الابلاينس اسف المناسب ليك تمام. اول سؤال هيساله لك هيقول لك انت الفاير وول اللي انت شغال بيه حاليا نوعه ايه، الفندور بتاعك اللي انت هتشتري منه اسمه ايه، شغال فورتينت، شغال سوفوس، شغال تشيك بوينت، شغال واتش جارد، شغال سايبر اوم، شغال ايه بالظبط تمام. ده كان ده اول سؤال هيساله لك تمام. هيقول لك طب انت عايز تغير الابلاينس بتاعك ليه، عايز تروح من فيندور لفيندور تاني ليه، ايه اللي خلاك عايز تغير؟ هتقول له مثلا والله بسبب عندي الدنيا بطيئه، في ليتنسي عالي في الشبكه، مثلا دخل لي مالوير، السبورت وحش، في مشاكل كتير مثلا في اليوزر انتجريشن، السكيورتي بوليسي مثلا بتاعتي بتهيس، اي بوليسي جديده بطبقها مش بتطبق، ممكن محتاج ان انا اعمل ريستارت، في اتاك مثلا حصل عليا وهكذا. طب تمام. هيقول لك بقى يسألك سؤال تاني، هيقول لك الثروبوت اللي عندك قد ايه تقريبا، هيسألك الثروبوت اللي عندك عند قد ايه تقريبا. فانت المفروض بتفتح الفاير وول بتاعك وعارف الثروبوت بتاعك بتاع الشبكه بتاعتك تمام. هيسألك انت عندك كام يوزر، عندك كام سيرفر، عندك كام سيرفر هتعمل له بابلش، عندك كام يوزر هيكونكت عليك من خلال الفي بي ان، عندك كام فرع هيتربط معاك تمام، عندك كام فرع هيتربط معاك في بي ان، وايه انواع الترافيك اللي هتمر من خلال الفي بي ان ثرو الفي بي ان بتاعتك تمام. في ريبليكيشن، في دي ار سايت، في سينكرونايزيشن، عرفني. الحاجات دي كلها بتفيدك تمام. وهو من خلال الخبره بتاعته او من خلال تولز معينه او من خلال كالكوليتر معينه هيقدر يحدد الابلاينس المناسب ليك تمام. وبيجيب لك الموديل مثلا، قال لك خلاص انت محتاج، انت هتجيب مثلا الموديل، مثلا هنجيب لك الموديل اللي هو مثلا 5260 تمام.
ده الموديل المناسب ليك، تمام، او 5280 ده الموديل المناسب ليك، هيبدا يجيبه لك ويركبه لك في الشبكه بتاعتك، تمام، ويسيبه لك مثلا شهر بعد ما يخلص لك الكونفيجريشن ويعمل لك كل الكونفيجريشن بتاعتك ويفرج. معلش يا جماعه بس الصوت. اعمل لك انا ميوت. اوكي، فيبدا يركب لك الابلاينس ده، تمام، وتبدا ان انت تتفرج عليه في الشبكه بتاعتك وتشوف الاداء بتاعه وتشوف هل هو مناسب ليك ولا لا، تمام. طب واحد هيسالني يقول لي انت قلت من شويه ثروبوت، يعني ايه ثروبوت؟ انا عايز اعرف يعني ايه ثروبوت. احنا حتى هنا انت شايف في السبيك شيت بيقول لك ايه الفاير وول ثروبوت بتاعك، الثريت بريفنجنس ثروبوت بتاعتك، الماكسيمم ابلكيشن، الماكسيمم ابلكيشن بتاعها، الاي بي سيك في بي ان ثروبوت، النيو سيشن بير سكند في الديفايس ده، الماكسيمم سيشنز موجوده في الديفايس ده، هل هو بيسبورت الفيرتشوال سيستمز ولا لا، تمام. طب خلينا نمسك اول حاجه الثروبوت. شايف ثروبوت هنا اتكررت مره اتنين تلاتة. عايزين نعرف يعني ايه ثروبوت. ثروبوت هنا هو يقصد بيها حجم الترافيك اللي ممكن يعدي على الفاير وول بتاعك خلال ثانيه واحده. حتى هيتلا بيقول لك ايه 720 جيجا بت بير سكند في الثانيه، تمام. فالثروبوت هو يقصد بيها حجم الترافيك اللي ممكن يعدي على الفاير وول بتاعك في خلال ثانيه واحده، تمام. طب تاني حاجه كاتب لك النيو سيشنز بير سكند. يعني ايه النيو سيشنز بير سكند؟ دي يقصد بيها قدره الفاير وول وسرعته ان هو يقدر يعمل الاو للنيو كونكشنز، الاو للاديشنال كونكشنز، ويقدر ان هو يطبق عليها سكيورتي بوليسي، تمام. تاني النيو سيشنز بير سكند دي يقصد بيها قدره الفاير وول وسرعه الفاير وول ان هو يقدر يعمل الاو للاديشنال او نيو كونكشنز ويطبق عليها السكيورتي بوليسي بتاعتك، تمام. طب بالنسبه خلينا بس نغير القلم نجيبه. بالنسبه للماكسيمم سيشنز دي يقصد بيها ايه؟ او الكونكرنت سيشنز، دي كونكرنت سيشن او الماكسيمم سيشن واحد، تمام. الكونكرنت سيشن او الماكسيمم سيشنز هو يقصد بيها دي التوتال نمبر من الكونكرنت كونكشنز اللي يقدر اللي انت تقدر تفتحها في وقت واحد او اللي يقدر هو يفتحها في وقت واحد. الكونكرنت كونكشن او الكونكرنت سيشن اللي يقدر الفاير وول يهندلها في وقت واحد. انت عارف لما بتيجي انت تفتح الفيسبوك، لما بتيجي تكتب كده www.facebook.com تكتب له كده ويفتح لك صفحه الفيسبوك، هل دي سيشن واحده؟ دي ممكن تكون 300 سيشن في نفس الوقت. الصفحه اللي انت فاتحها بتاعت الفيسبوك دي ممكن تكون 100 سيشن، تمام. مثلا الصور اللي بتظهر لك في الفيسبوك دي سيشنز، الفيديوز دي سيشنز، البوستنج دي سيشنز، الشات دي سيشنز، مش عارف الايميل ده سيشنز، تمام. فانت ممكن تكون فاتح تابه واحده، فاتح صفحه واحده على الانترنت ويكون مثلا فيها 100 نوع مختلف من السيشنز، فاتح سيرفرات كتيره، فاتح كونكشنز كتيره، تمام. فالكونكرنت سيشن او الماكسيمم سيشن هنا هو يقصد بيها عدد السيشنز اللي يقدر يهندلها الفاير وول، تمام، مع مراعاه طبعا انت لما في يكون عندك يوزر، كل يوزر ممكن فاتح له سيشن واحده انت شايفها صفحه واحده تابه واحده، لكن ممكن يكون مثلا دي 50 سيشن، في يوزر تاني فاتح مثلا 30 سيشن، في يوزر تالت فاتح مثلا 40 سيشن وهكذا. فده الماكسيمم سيشنز اللي يقدر يهندلها الفاير وول، تمام. دي الماكسيمم نيو سيشنز اللي يقدر يهندلها الفاير وول. ده الثروبوت، الماكسيمم ثروبوت بتاع الاي بي سيك في بي ان، ده الماكسيمم ثروبوت بتاع الثريت بريفنجن، ده الماكسيمم ثروبوت بتاع الفاير وول ترافيك، تمام كده يا شباب. ده كان بالنسبه لموضوع السيشن كونكرنت سيشن والثروبوت والسايزنج والبي او سي، اتمنى تكونوا فهمتوه، تمام. نكمل بقى الموضوع بتاعنا. من ضمن الحاجات اللي بالو اوتو شغاله فيها او بتعملها او بتصنعها او الفيتشرز، من ضمن الفيتشرز او الحاجات اللي هي بتعملها بالو اوتو حاجه اسمها البانوراما او المانجمنت بانوراما. المانجمنت بانوراما ده عباره عن مانجمنت ديفايس هدفه ان هو يسهل لي عمليه المانجمنت. دلوقتي انت شركه كبيره وعندها مثلا فروع كتير، هتضطر ان انت تلف على كل فرع تفتح الفاير وول بتاعه وتبدا تظبط الكونفيجريشن بتاعتك، تضيف كونفيجريشن جديده او مثلا تشوف الابديت، تتابع الابديت
او مثلا تتابع اللوجز، او مثلا تجنريت ريبورت معين، او مثلا في هنا في شبكه زياده اتضافت، او في بلان جديده اتضافت هتبدا تظبطها، في في بي ان مش عارف عايز تظبطه، في ريبورتات عايز تعملها جنريت من هنا. فالموضوع هيكون مرهق جدا، موضوع فيه هيدك كبير جدا عليك، تمام؟ مع البانوراما او السنترلايز ديفايس ده اللي هو البانوراما، اسمه بانوراما، ده سنترلايز ديفايس، من خلاله هتعمل مانج لكل البالو التو اللي عندك في النتورك بتاعتك، في الفروع بتاعتك. عندك مثلا فرع في كي اس اي، وفرع مثلا في قطر، وفرع في الامارات، وفرع في مصر، وفرع مثلا في مثلا فرع مثلا في مدينه نصر، وفرع مثلا تاني في الجيزه، ومثلا فرع في القاهره، وفرع في قطر، وفرع في السعوديه. فالحاجات دي انت من خلال ديفايس واحد بس هتمانج كل الديفايسز اللي عندك من سنجل كونسول. سنجل كونسول هتقدر ان انت تكونفيجر وتمانج كل الديفايسز اللي عندك، هتقدر تجنريت ريبورت من كل الديفايسز اللي عندك، ده كله من سنجل كونسول. شفت موضوع الناس اللي شغاله في ام وير او شغاله هايبر في، في حاجه اسمها في سنتر. الفي سنتر ده بتمانج من خلاله مثلا 50 اي 6 اي، 50 هوست، 100 هوست، 200 هوست. الفي ام ام الفيرتشوال مانجر تقريبا اسمه، فيرتشوال مانجر تقريبا، ده بتاع مايكروسوفت، ده بتاع في ام وير، ده بتمانج منه الهايبر في اللي عندك كله. عندك مثلا 50 هوست، مش هتلف عليهم هوست هوست، لا ده انت من سنجل كونسول هتقدر تمانج السيرفرات اللي عندك كلها، هتقدر تمانج الهوستس اللي عندك كلها. ده نفس الفكره، ده انت من خلاله بتمانج كل الفاير وولز اللي عندك، سواء جوه الشبكه بتاعتك او في شبكات تانية بعيده عنك، تمام كده. بالنسبه للبلاتفورم برضو اللي بتصنعه بالو التو، حاجه اسمها الوايلد فاير. الوايلد فاير ده الساند بوكس بتاع بالو التو، وظيفته ان هو يحمينا من الزيرو دي مالوير، وظيفته ان هو يحمينا من الزيرو دي مالوير. البالو التو لما بتلاقي انون فايل في ملف كده هي مش فاهماه، مش عارفاه، شاكه فيه، تمام، او في مثلا في ميل جالك، ميل جالك ده في يو ار ال، اليو ار ال ده شاكه فيه، تمام، او واحد بيعمل داونلود لملف والملف ده شاكه فيه، بتروح تعمل لها فورورد على ايه؟ على الوايلد فاير. الوايلد فاير ده بيستخدم تو كومباينيشن، بيستخدم تو كومباينيشن من الديفنس، بيستخدم نوعين من انواع الديفنس عشان يقدر يمنع المالويرز بنسبه كبيره جدا. الكومباينيشن ده يا جماعه عباره عن حاجه اسمها مالوير ساند بوكسنج وسيجنتشر بيزد ديتكشن. يعني ده الوايلد فاير ده في اتنين تكنيك، تو تكنيكس، في تو كومباينيشن بيستخدمهم علشان يقدر يحميك من اي مالوير، من اي زيرو داي مالوير. زيرو داي، زيرو داي ده يختلف عن المالوير اللي هو معروف. الزيرو داي ده الحاجه اللي مش معروفه، لسه محدش عارفها، لسه محدش اكتشفها. فهو لما بيشك في حاجه بيبعتها، بيعمل لها فورورد على الساند بوكس. الساند بوكس يبدا بقى ان هو ياخد الملف ده يعمل له اناليسز، يبدا يفكه، يبدا يحلله، يبدا يشغله، يشوف ايه ظروفه. اوكي، والكلام ده كله هنتكلم عنه بتفصيل ممل طبعا في السريب ريفنجن، في الفيديو بتاع السريب ريفنجن هنتكلم ان ديبس عن الوايلد فاير. اوكي، الوايلد فاير في منه ثلاث انواع، او في منه ثلاث انواع من الديبلويمنت. اول طريقه اللي هي الجلوبال كلاود او البابليك كلاود، اسمها جلوبال كلاود او بابليك كلاود. الديبلويمنت الثاني اللي هو البرايفت كلاود، تمام، والديبلويمنت الثالث اللي هو الهايبرد كلاود، تمام. دول ثلاث انواع من انواع الديبلويمنت، تمام. هتقدر تختار ان انت تشتغل مثلا، لا انا عايز اشتغل جلوبال كلاود، انا اعرف يعني ايه، عايز اشتغل برايفت كلاود، لا عايز اشتغل هايبرد. هايبرد يعني ان انا هجمع ما بين الاثنين دول، البابليك او الجلوبال والبرايفت. اوكي، زي ما قلت لك لما بتيجي مثلا في ملف بلقطه شاكه فيه، بتبدا ان هي تبعت الملف ده على الساند بوكس، تبدا ان هي تعمل له اناليسز وتشوف الملف ده فيه مشكله ولا لا. لو حضرتك شغال جلوبال كلاود، تمام، الجلوبال كلاود يعني حاجه على الكلاود، تمام، بيبدا يشوف انت اللوكيشن بتاعك موجود فين، وبيزد على اللوكيشن بتاعك
بيبدا يقول لك انت هتشتغل تبع اي وايلد فاير. في وايلد فاير موجود في يونايتد ستيت في امريكا، وفي وايلد فاير موجود في اوروبا، تمام، في خاص بيوروب بس بالاتحاد الاوروبي، تمام، وده هوستد موجود في الهوستد بتاعه بتاع الوايلد فاير ده الموجود بتاع اللي هو خاص بالاتحاد الاوروبي ده موجود في هولندا، تمام، وفي وايلد فاير خاص موجود تاني في اليابان، وفي وايلد فاير موجود في سنغافوره. يعني في عندنا 4 لوكيشن، تمام. في اول لوكيشن ده موجود في امريكا، تاني لوكيشن موجود في اوروبا ده خاص بالاتحاد الاوروبي موجود في هولندا تحديدا، وفي لوكيشن ثالث موجود في اليابان، وفي لوكيشن رابع اخر لوكيشن اللي هو موجود في سنغافوره، تمام. وانت بيزد على الاورجنايزيشن نيد بتاعتك وبيزد على اللوكيشن بتاعك انت المفروض بتختار انت هتشتغل تبع اي كلاود وايلد فاير. اوكي، ده كان بالنسبه للجلوبال كلاود، تمام. بالنسبه للبرايفت كلاود ده الديبلومنت الثاني، انت شغال عندك الانفايرمنت بتاعتك كريتيكال، تمام، فانت جايب وايلد فاير اون بريم، جايب وايلد فاير برايفت حطه في الشبكه بتاعتك، تمام. بالمناسبه الوايلد فاير اللي هو شغال اون بريم او البرايفت كلاود، برايفت كلاود، تمام، ده يقدر يخدم على اب تو 100 بال التو، يقدر يخدم على اب تو 100 بال التو. يعني انت لو عندك 100 فرع ب 100 بال التو تقدر تخليهم يشتغلوا على الوايلد فاير ده، تمام. باي ديفولت اي مالوير هيقدر ان هو يعمل له ديسكفر، يقدر يعمل اي ديسكفرد مالوير، تقدر تقول اي ديسكفرد مالوير اكتشفه البرايفت وايلد فاير اللي عندك مش هيبعته للبابليك كلاود، مش هيبعته للجلوبال كلاود، مش هيتبعت، تمام. نفترض ان انا مش عايز اعرف حد، تمام، لكن انت لو عايز تعرف حد او تفيد البشريه زي ما انت زي ما بيقولوا، انت خلاص عايز اكتشفت في مالوير جديد زيرو دي اكتشفته كان جاي لك انت في الانفايرمنت بتاعتك فانت اكتشفته، فانت ممكن تقدر تابديت الجلوبال جلوبال كلاود وتقدر تقول لا انا اقفل على نفسي مش عايز اعرف حد حاجه، تمام. فلو انت فاتح القصه دي فاتحها على الجلوبال كلاود فانت هتبعت لهم تقول لهم عشان يقدروا يعملوا ري اناليسيس تاني ويقدروا ان هم يجنريت يبعتوا يعملوا جنريت سيجنتشر ويبدا ان هم يعملوا لها ديستريبيوت على كل البالو التو نتوركس الموجوده في العالم، تمام. هو بالمناسبه بس عشان تبقوا عارفين برضو اي شركه حصل مثلا عليها اتاك او اي شركه جالها انفكتد فايل في مالوير، مالوير ده زيرو دي فالوايلد فاير اكتشفه، تمام، فانت المفروض اول ما يكتشفه اوتوماتيكلي بيبدا يعمل ابديت لكل بعد ما بيعمل له سيجنتشر، بعد ما بيعمل له اناليسز ويعمل له سيجنتشر، السيجنتشر الخاصه بالمالوير ده بيبدا ان هو يديبلوي الابديت ده على كل الفاير وولز الموجوده في العالم، على كل الساند بوكسز الموجوده في العالم، تمام. يعني مثلا في ابديت جديد جه فهتلاقي مثلا هبعته مثلا للفاير وول اللي مثلا موجود في القاهره والفاير وول مثلا موجود في اسكندريه والفاير وول وهكذا جلوبال يعني مستوى العالم، تمام. فانت هنا لو انت الشركه بتاعتك شغاله بالبرايفت كلاود، تمام، واكتشفت مالوير فانت هيكون عندك الامكانيه ان انت تقول لهم طلعوا الابديت ده بره او ما تطلعوهوش بره على حسب ما انت عايز. تالت طريقه من الديبلويمنت اللي هي الهايبرد كلاود. الهايبرد كلاود ده انت بتستخدم او بتشتغل بالكومباينيشن ما بين الجلوبال كلاود والبرايفت كلاود، تمام. طب امتى نحتاج الديبلويمنت ده او النوع ده من الديبلويمنت؟ في اوقات الشركات اللي هي شغلها كريتيكال بتجيب برايفت كلاود، تمام، فانت في اوقات بيكون عندك برايفت كلاود وبابليك كلاود، فانت بتحدد او سيرتن سيمبلز معينه بتحددها بتقول للبالو التو ان الملفات دي من النوع ده او السيرتن تايبس دي البالو التو يعمل لها فورورد على الجلوبال كلاود، تمام، تروح للجلوبال كلاود. وفي اذر سيمبلز او اذر تايبس، تمام، بتقول له لا فرودها لي اعمل لها فورورد على البرايفت كلاود. يعني في انواع بتقول له النوع مثلا الفلاني وديه على البابليك كلاود على الجلوبال، والنوع الفلاني التاني ودهول على البرايفت، تمام. هو هنا في النوع ده في النوع التالت ده بيديك مطلق الحرية في تحديد انواع الملفات اللي انت هتعمل لها اناليسز سواء برايفت او بابليك كلاود. يعني
يعني في ملف مثلا في ملفات اللي هي الكريتيكال او الملفات اللي هي البرايفت، الملفات اللي مش هينفع اخرجها بره الانفايرمنت بتاعتي حطها لي على البرايفت كلاود، لكن الملفات الثانيه اللي انا مش مهمه بالنسبه لي خرجها لي على الجلوبال كلاود. خرجها لي على الجلوبال كلاود مثلا عشان اسرع، عشان اعمل ابديت للناس، عشان مثلا استفاد مثلا بالتقييمات اللي هي اتقيمت قبل كده وهكذا. تمام، ده كان بالنسبه للبابليك والبرايفت والهايبرد كلاود. في برضو في اوقات لو انت شغال برايفت كلاود، في اوقات في انواع معينه مش بيقدر ان هو يعمل لها اناليسس، البرايفت كلاود مش بيقدر يعمل لها اناليسس، فانت هتضطر توديها على البابليك كلاود او على الجلوبال كلاود. زي ايه؟ زي الاندرويد ابلكيشن باكجز. لو انت في حد عنده شغالين اندرويد في الانفايرمنت بتاعتك، ففي ابديت معين او في باكج معين انت بتعملها داونلود فهو شاكك فيها، البرايفت كلاود مش هيقدر ان هو يعمل لها اناليسس، فهتضطر ساعتها توديها على البابليك او جلوبال كلاود. تمام، في نوع جديد او في نوع موجود، مش جديد، في نوع موجود الوايلد فاير، ده مخصوص اللي هو الوكالات الفيدرالية الأمريكية، دي عاملين وايلد فاير خاصة بيهم. يعني في وايلد فاير خاص بأمريكا أو بالوكالات الفيدرالية الأمريكية، تمام، دي ما حدش ليه أكسس عليها ولا يقدر يشتغل بيها غير المنظمات أو الوكالات الفيدرالية الأمريكية بس. أوكي، من ضمن برضو الحاجات اللي بالو ألتو عملتها الـ Endpoint Protection أو الـ Advanced Endpoint Protection اللي هو اسمه الترابس. الترابس ده الـ Endpoint Protection بتاع بالو ألتو، طبعا قوي جدا ومحترم جدا. تمام، خلينا بقى نتكلم عن شهادات أو Certifications بتاع بالو ألتو. بالو ألتو عندها 3 أنواع من Certifications. عندها أول نوع من Certification اسمه BCCSA و BCNSA و BCNSE، تمام، زي بالظبط CCNA و CCNB و CCIE، طبعا كلنا عارفينهم. تمام، ده نفس القصه. اول شهاده اللي هي اسمها BCCSA، تمام، دي اسمها او اختصار لبالو ألتو نتوركس سيرتيفايد سايبر سيكيورتي اسوشيت. تاني، بالو ألتو تقريبا انا كاتبها هنا، اول شهاده اللي هي اسمها بالو ألتو نتوركس سيرتيفايد سايبر سيكيورتي اسوشيت او BCCSA. الشهاده دي اللي انت بتدرسها لو انت لسه جديد في المجال، في مجال السايبر سيكيورتي، الشهاده دي طبعا بتفاليديت ان انت عندك نوليدج في السايبر ثريتس والسايبر سيكيورتي، حاجه كده تقدر تقول عليها زي سيكيورتي بلس. علشان طبعا تعدي وتنجح في الشهاده دي طبعا بتاخد الكورس ده، ده الرقم بتاعه بتذكره وبتحجزه من على VUE. تمام، تاني شهادة بتاعت بالو ألتو، عند بالو ألتو حاجة اسمها البالو ألتو نتورك سيرتيفايد نتورك سيكيورتي ادمنستريتور او BCNSA. تمام، دي الشهادة بتقول ان انت راجل بتقدر تشتغل على بالو ألتو، انت راجل ادمنستريتور على بالو ألتو، تقدر تأمن الشبكة بتاعتك من اي سايبر ثريتس. BCNSA، تمام، دي الشهاده الجديده مكان ال ASE. ال ASE، تمام، دي كانت شهاده موجوده لحد فيرجن 7، كنت بتمتحنها ببلاش. تمام، كنت تقدر تمتحنها من البيت، من الشغل، من على كافيه، من اي مكان تقدر تمتحنها سقطت فيها بتعيدها، سقطت فيها تعيدها لحد ما تاخد السيرتيفيكيشن بتاعتها. دي كانت ببلاش فور فري. دلوقتي غيروا اسمها للاسم الجديد اللي هو ده BCNSA. تمام، تكلفتها $140، الامتحان حوالي 50 سؤال، طبعا لازم تروح تريننج سنتر او سنتر معتمد، بتحجز من على بيرسون VUE. تمام، تقريبا بتمتحن الشهادة ديت في وقت 80 دقيقة. تمام، وتقريبا سعرها $140. تمام، يعني هي 50 سؤال بتمتحنها في 80 دقيقه، ثمنها $140، بتكون valid ليك لمده سنتين. الصوت يا شباب، الصوت يا شباب، الصوت يا شباب، الصوت يا شباب، ميوت. اوكي، ثالث شهاده اللي هي تقدر تقول عليها الاكسبرت بتاعه بالو ألتو، اللي هي اسمها بالو ألتو نتورك سيرتيفايد نتورك سيكيورتي انجينير.
تمام. الشهاده ديت بتقول ان انت راجل خبير في بالو التو، بتقدر تعمل امبلمنت وتقدر تديزاين وتقدر تديبلوي وتقدر تكونفيجر وتقدر ترابل شوت البالو التو. الامتحان ده برضو بتحجزه من على بيرسون في يو اي، تمام. سعره تقريبا $160، حوالي 80 دقيقه، امتحانه في 80 دقيقه، سعره $160 في 80 دقيقه، حوالي 75 سؤال، تمام. وبيكون فاليد برضو لمده سنتين، يعني الامتحان ده والامتحان ده فاليد لسنتين بس، بعد كده بتضطر انت تجدده تاني. تمام، انا كده خلصت يا شباب، واتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا وتكونوا استفدتوا من السيشن. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس كان لازم اقول الكلام ده كله عشان ان شاء الله من المحاضره الجايه هنبدا ان احنا ندخل في الجد وندخل في العملي. في حد عنده اي سؤال؟